حلويات، كل ده بيتشخص بالوجات الصوتية. الوجات الصوتية رائعة. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعة مقطعية يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجة. الفكرة دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكرة ان انا خايف اعمل الشيء لا يطلع عندي. الأستاذ الدكتور حسام موافي، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. اسمحوا لي نرحب باستاذي استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور حسام وافي. هذا يوم عيد يا استاذنا. الله يخليك. والموضوع على فكره مهم جدا، موضوع طبعا جدا. تلت العين انتفاخ، تلته يعني تلت صداع بتاعت الحلقه اللي فاتت، وتلت انتفاخ، وتلت تشكيله. احنا في سلسله حلقات هذا عرض وليس مرض. هذا العرض قد يكون وراه حاجة بسيطة جدا، الصخرة دي ممكن يكون وراها خيال أو قط أو أرنب بري، ممكن يكون وراها دب، ممكن يكون وراها أسد، زي بالظبط التلج في المية. انت شايف حتة قد كده، انت ما تعرفش الباقي ايه. يعني انت مصدع، ما وراء الصداع ده مهم جدا جدا. رجاء تاني وتالت وعاشر، الناس لا تعامل الأعراض كأنها أمراض. العرض شيء والمرض شيء، عشان كده ما ينفعش العلاج بالتليفون، ما ينفعش. انت بالتليفون هتقول لي عرض، لكن انا ما كشفش عليك ولا عملت لك ابحاث ولا شفت اي حاجه، هقول لك ايه؟ خد اسبرين ونام. طب افرض في مشكله كبيره جدا هتتحمل ذنبها يوم القيامه. ايه هو انتفاخ البطن؟ انتفاخ هو وجود غاز اكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي، اكسس غاز ان ذا جي اي تي، هو ده تعريف الانتفاخ، وجود غاز اكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي. طب الجهاز الهضمي ايه؟ 3، معده وامعاء دقيقه وامعاء غليظه اللي هو القولون، تمام؟ فيبقى يا ده. الانتفاخ قد يكون غاز كتير في المعده، وقد يكون في الامعاء الدقيقه، وقد يكون في الامعاء الغليظه. طبعا انا بتكلم على الانتفاخ اللي تبعي وهو الباطني مش الجراحي. يعني مثلا شلل الامعاء بيعمل بطن قد كده، بس ده تبع الجراحه، ده يعني لو في سبب جراحي انا مش هتعرض له، لكن بتكلم على اسباب الباطنيه. فنبدا بالمعده. هل ممكن المعده يبقى فيها هواء؟ طبعا تلت المعده هواء، تلت المعده الطبيعي هواء. طب لو زاد عن التلت هيضايقك. المعدة تحت الحجاب الحاجز مباشرة، المعدة تحت الحجاب الحاجز مباشرة، وبالقوانين الطبيعية العادية ان الغاز يعوم على المية، عمر المية ما هتعوم على الغاز، دايما الغاز فوق، كوباية الهواء فوق والمية تحت دايما. فالمعدة لانها تحت الحجاب الحاجز لو اتملى فيها الغاز هيرفع الحجاب الحاجز، ولو رفع الحجاب الحاجز هيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا في النفس، ينهج مع ان قلبه كويس ورئته كويسة، لكن نهجان كله بعد ما كل او بعد ما هقوله ان هو زود الغاز في المعدة.
ايه اللي يزود الغاز في المعده؟ كلها حاجات فسيولوجيه يعني طبيعيه، يعني مفيش مرض يخلي المعده تتملي غاز، مفيش مرض كده خالص. واحد، التدخين. التدخين انت بتشرب السيجاره وتاخد النفس وتعمل كده، شويه هواء بيخشوا في الرئه عشان يجيبوا مصايب، لكن بقيه الهواء بيخش في المعده. فعشان كده دايما لو تلاحظوا ان المدخن لما يبطل يتخن دايما يقول لك انا بطلت السجاير ابتديت اتخن عشان نفسي رجعت، لا مش نفسك رجعت. في عمليه بنعملها للمرضى اللي هم عندهم سمنه زياده، بنحط بالونه في معدتهم، لما نحط البالونه في معدتهم بتشغل حيز، هذا الحيز يخليه شبعان. تمام، السيجاره عامله لك كده، عامله لك بالونه مخليك شبعان. اما بطلت تدخين البالونه مشيت، هتبتدي تاكل اكتر من الاول. فده نقطه مهمه لازم الناس تعرفها، مهم جدا. التدخين يزود كميه الغاز اللي في المعده. طيب والعصبي، العصبي، العصبي يا ايمن بيبلع هوا وبيكلم، وهو بيتكلم في محاضره، في خطبه، في اي حاجه تلاقيه بيبلع هوا، المعده اتملت هوا فتبتدي تكتم نفسه وتضايقه. في عاده سيئه جدا، شرب مياه غازيه مع الاكل، دي سيئه جدا، معرفش الناس بتعملها ليه. وهو بياكل ياخد ازازه مياه غازيه، الغاز اللي في المياه الغازيه ده بيتجمع فوق الاكل وهيضايقك جدا جدا. فالمعده تعمل انتفاخ، ولكنها كلها حاجات فسيولوجيه، عصبيه وانت بتتكلم، تدخين، شرب مياه غازيه، كل الحاجات دي حاجات فسيولوجيه. ما هو ما فيش هناك مرض معين يخلي المعده تعمل غاز جواها. تقول لي ليه؟ اقول لك لان سبحانك الله يا رب، سبحان الله، المعده الجو اللي فيها حامضي جدا جدا، صعب ميكروب يعيش فيه. يعني حتى الجرثومه الحلزونيه بتعيش تحت جدار المعده، ما تقدرش تعيش فيها لان الحامض المعده ما فيش حد يستحمله من الميكروبات. فده اذا كانت جرثومه هنقول جرثومه تحت الغشاء المخاطي بتخلي المعده تتعب شويه وحموضه، وعلاجها سهل جدا وتحليلها سهل جدا. الامعاء الدقيقه ما تنتفخش يا ايمن. الامعاء الدقيقه ليه؟ مهمه. مهمه. انا مش ناقص العب في الامعاء الدقيقه، ده هي اللي بتمتص الاكل وبتهضمه كل حاجه. فسبحانك الله يا رب. ربنا خلى امعاء دقيقه كلها معوجه، ولما تفتح بطن عيان تلاقي الامعاء الدقيقه كده معوجه، يوم الغاز ما يقعدش فيها، يا ينزل تحت يطلع فوق، ما يقعدش فيها. زي ما تمسك اللي بيعرفين ميزان ميه فيها فقاعه، لو عملتها كده تطلع فوق، لو عملتها كده تطلع كده. فلا يمكن غاز يقعد في الامعاء الدقيقه الا في حالات مرضيه فيها شلل امعاء دقيقه ما بعد الجراحه او قبلها. نمره اتنين، كميه الدم اللي رايح الامعاء الدقيقه عاليه جدا جدا، تمتص اي غاز موجود فيها. ثلاثه، حركه الامعاء الدقيقه شديده جدا، مش كده وكده، لا دي تك تك، ما تخليش غاز يقعد فيها. فكون واحد يقول لي انا بطني منفوخه، اقول له ده امعاء دقيقه، ابقى مش فاهم، ابقى مش فاهم، يا معده يا قولون، يا معده يا قولون. انما الامعاء الدقيقه مستبعده من اسباب الانتفاخ الباطني نظرا لملها سرعتها و ثلاث حاجات، كميه دم كبيره جدا، مايله وسريعه جدا في حركتها، فما تعملش اي يعني ما يتركنش فيها الغاز. تعال بقى لعمنا الكبير القولون، اللي هو ما فيش عيان يخش لك عيادتك اللي يقول لك اصل القولون عندي تعبان. دي كارثه كبيره جدا، ان احنا دايما نلزق الانتفاخ والمغص والامساك والاسهال في القولون دون علم، والاخر تطلع مشكله ثانيه خالص خالص. فلازم نخلي بالنا كويس قوي من كلمه قولون. صح، قولون هو المتهم الاول في اي حاجه، في كل اي حاجه، في معظم الاشياء. لا، ويجي العيان يقول لك انا مشخص قولون عصبي.
كويس انت انا عندي. طب ما خفتش ليه؟ طب ما خفتش ليه؟ يبقى التشخيص غلط، يبقى التشخيص مش صح. لو انت تشخيصك، الطب يبدا بتشخيص سليم، فهو بيخش يقول لك يا دكتور انا عندي قولون عصبي. طب جاي لي ليه؟ يقول لك اصل انا ما خفتش، يبقى مش قولون عصبي. وياما شفنا حاجات، مثلا القولون التقرحي، يبقى الالسرت في كولايتس يتشخص في الاول على انه قولون عصبي. كرونز يتشخص الاول، مرض كرونز ده مرض خطير جدا، يتشخص على انه قولون عصبي. اي حاجه في الدنيا، مش عايز اقول كانسر، يتشخص على انه قولون عصبي في الاول. اه طبعا في الاول، فما فيش حاجه اسمها كده. طبعا القولون العصبي ده مجموعه كبيره جدا من المرض، بس يشخص بالاستبعاد. بعد ما استبعد ده وده وده وده، اقول له لا ده انت عايز ايه؟ علاج نفسي. هي كلمه استبعاد يعني معناها ان انا تاكدت بفحوصات معينه ان هذا ليس ورم، ان هذا ليس التهاب تقرحي، ان هذا ليس دايفرتيكولوز، ان كل ده استبعدت كل الفحوصات. عشان كده من اجمل الابحاث اللي طلعت لنا في الطب منظار قولون. اه كنا بنعتمد على ايه يا ايمن؟ بريم ما بيبينش حاجة، اخبط بايديا ما بيبينش حاجة، السماعة حركة امعاء. اجمل الابحاث اللي طلعت في الطب في المئة سنة اللي فاتت منظار قولون. منظار قولون ده يعني حاجة جبارة يعني، لو تعرف كمية الامراض اللي بيطلعها. وايه والعيان ماشي قولون عصبي، عندي قولون عصبي. فالقولون ممكن يجمع هواء بثلاث طرق، ثلاث طرق. الهواء اللي في القولون يا ايمن بيمتص، يعني الدم يشد الغاز اللي في القولون ويطلعه من نفسك، يطلعه من نفس. عشان كده كان واحد دخل معايا في مناقشه ان يوم الجمعه يقول لك مش مستحب البصل والثوم قبل الصلاه. قلت له يعني يا اخي انا هاكل لبانه. خلي بالك القضية مش قضية لبانة، الناس مش فاهمة. ده البصل لما نزل في قولون ده غاز، ده غاز بيطلع غاز دخل جوه الدم طالع من نفسك من الرئة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أستاذ في كلية الطب، مش قضية لبانة خالص خالص. عشان ما تضايقش الناس بريحتك والكلام ده كله، الغاز هيمتص صح؟ ما امتصش هبقى بالونة. تمام؟ الغاز يطلع أرياح، ما طلعش هبقى بالونة. الغاز بيتعمل بكمية كبيرة جدا هبقى بالونة. يبقى في ثلاث احتمالات في القولون يخلوني أبقى منفوخ. انتفاخ قولون اللي هم بيسموه قولون عصبي يعني. إما أنا ما بمتصش الهواء، الهواء اللي موجود ما بيخشش في الدم، واما مش عارف اطلعه، واما بيتعمل كميه كبيره. ناخد بالاسهل، بيتعمل كميه كبيره. بيتعمل كميه كبيره بكتيريا. بكتيريا بتعمله. طب البكتيريا دي في ناس فاهمه ان البكتيريا دي يعني حاجه ضاره، لا خالص. في بكتيريا ضاره مثال التيفود، لكن في بكتيريا ربنا عاملها لي. ده في بكتيريا بتعمل به 12 فيتامين، به 12 بكتيريا بتعمله. فالبكتيريا بتاعتي يعني ايه؟ بكتيريا مختومه كده، حسام موافي، حسام موافي، كل بكتيريا الفلورا بتاعتي بتهضم لي وتشتغل كده نافعه نافعه. فانا رحت فرنسا رحله 3 اشهر، فالبكتيريا اللي دخلت لي مختوم عليها مش حسام موافي، جون بارسو اي واحد جان بلبل مود جان اي حاجه بير كاردي ماشي فبكتيريا تانية انا مش متعود عليها، هي مش ضاره، هي مش ضاره، لكن هبتدي احس بسوء هضم وانتفاخ وتعبان. غيرت النوع، اتعمل غاز كتير بالبكتيريا التانيه. مفيش واحد بيطلع سفريه الا يقعد اول ايام متضايق جدا. واكتر حته على فكره بتضايق شرق اسيا، والله تايلاند. تايلاند والصين البكتيريا هناك مختلفه تماما. بقى سوزوكي 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 فهي تغيير نوع، هي مش ضاره، هي مش ضاره، بس نوع تاني انا مش متعود عليه. فيبتدي يعمل تنتج غازات كثيره زي الاميبا. الاميبا تحلل وتطلع غازات كثيره، يبقى دي غازات اتعملت
صناعة زيادة، بدل ما بطلع 20 سنتي غاز في اليوم بطلع 100 سنتي غاز في اليوم، فبطني هتبقى باللون. تمام. نمرة اتنين، لا تمتص. لا تمتص ليه؟ سبحان الله، الجدار الأمعاء فيه وعاء دموي اهو، في ضغط معين، الدم له ضغط وهنا ضغط معين، الضغط ده مش عالي قوي فيقدر ياخد الغاز. طب لو علي؟ ما يعرفش ياخده. لو علي ضغط الدم في الأوعية الدموية المبطنة للقولون ما يعرفش يسحب الغاز ده، ما يعرفش. مثال: تليف الكبد. تليف الكبد، الدم اللي داخل على الكبد مش عارف يخش لأن الكبد متليف، فيعلي ضغط الأوعية الدموية ما تحت الكبد كلها تعلى، فيبتدي العيان قبل الاستسقاء، قبل الاستسقاء يبتدي يبقى منفوخ جدا لأن امتصاص الغازات بقى وحش. اتنين، هبوط القلب، بس الجهة اليمنى. هبوط الجهة اليمنى من القلب هيعلي ضغط الأوردة اللي موجودة في القولون، يخلي امتصاص الغاز يضعف، ما خدش الغاز. أحد أعراض هبوط القلب انتفاخ. أول أعراض تليف الكبد انتفاخ. تمام. وقيس على كده حاجات كتير جدا، أو مش عايز يخرج الغازات، هي دي القولون العصبي اللي هو متقلص، قولون متقلص مش عايز يطلع الغاز فبيحتفظ بيه. طبعا أي طبيب جاي له واحد عنده انتفاخ لازم يستبعد أن يكون ده استسقاء، وهو برضو بطن منفوخ، أن تكون ست حامل، أن يكون عندها ورم ليفي، أن يكون ست رمرمة بتاكل أي حاجة وده هو ده السبب الأساسي فعلا، أو يكون سمين، واحد تخين يعني ساعات البطن دي كلها بتبقى ده. في ناس ما تعرفش المنديل، منديل البطن، منديل، المنديل بتاع الخروف اللي بيعمله من الطرب، ساعات بيبقى كتل فيخلي البطن كبيرة جدا. رجاء، رجاء من أب لكل الناس وعلى الهواء مباشرة، اوعى تشبع. اوعى تشبع. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. اوعى تشبع. على فكرة في ناس كتير، أنا دايما دي بقى أيمانيات على وزن أيمانيات. كنت أقول دايما إيه؟ أنا بفهم كلمة نحن قوم إنها بتتقال في الخطاب العربي بنوع من الفخر. يعني ده افتخار. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، وده فخر. فاللي بيعمل غير كده هو في 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 ادنى درجه من هؤلاء القوم. طب ده حديث. تمام. طب القران بقى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. في بعد كده امر احلى من كده؟ ولا تطغوا فيه. ما تزودش في ده، فيحل عليكم غضبي. لا إله إلا الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. آية رقم 80 في سورة طه عليه الصلاة والسلام. ده قرآن بقى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. تفسير ولا تطغوا فيه، خدوا زي ما أنت عايزه. يعني ما تسرقش الأكل، ماشي. طب ما تشبعش. ما هو طغيان الأكل إنك تشبع. فيحل عليكم غضبي. واحد كان عندي فبيقول لي: يعني ايه ربنا يغضب عليا لو اكلت زياده؟ قلت له: بتبوظ اللي عمله كله. ده عامل لك كبد ما يستحملش الشبع، وكلى ما تستحملش الشبع، وقلب ما يستحملش، انت بتبوظ الدنيا. لو انت عامل موبايل تعبت قوي فيه وابنك خده حطه في البانيو، تغضب عليه ولا لا؟ قال لي: ده انا موته. قلت له: كذلك ربنا فعلا بيحافظ عليك مش بيحرمك. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أظن ما فيش بعد كده. يعني الحديث حث على عدم الشبع، والآية تحث على عدم الشبع، والطب احنا ما بنشوفش مصايب إلا من الشبع. مريض السكر مريض شبعان، شريان التاجي مريض شبعان، دهون الكبد مريض شبعان، الضغط العالي مريض شبعان. طب ما نشبعش يا اخوان. انت بتشبع بطريقتين: الديسك، الركبه، مريض شبعان كله. ما هو الديسك انزلاق غضروفي، والركبه بتاعتك السمنه يا ايمن 52 مرة. مضاعفات السمنه 254 مرة. مضاعفات السمنه هي فهرس كتاب امراض بطنه.
ما complication of obesity اكتب اللي انت عايز تكتبه. كل الفهرس مضاعفات السمنة هي فهرس ضغط الدم، ذبحة صدرية، جلطة في القلب، اضطرابات القلب، المشاكل بتاعت لا والنفسية نفسية ديبريشن. ده انت البنت اللي هي اوفر ويت اللي هي وزنها عالي شوية نفسيا مش سليمة خالص. طب خالص احنا بنشبع بطريقتين. الطريقة الأولى المعدة تتملي تتملي تتملي، في عصب في المعدة يروح لمركز الشبع يقول لك كفاية كده. ده شبع ولا امتلاء؟ شبع. ده امتلاء. امتلاء. ده شعور امتلاء مش شبع. ده فضل ياكل 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 ياكل، أي لقمة زيادة هتطرشها. فالمعدة فيها عصب تقول له بس بقى. في طريقة تانية للشبع شيك جدا. تاكل وتسمح للأكل إنه يهضم ويخش في الدم، يروح المركز ده يقول له كفاية كده. هسأل كل الناس السؤال بس يجاوبوا بصح. لو ما جاوبتوش صح هزعل جدا جدا. لو انت بتاكل وجالك تليفون في نص الاكل وقعدت 10 دقايق تتكلم، اقسم برب الكعبه مش ما هتعرف تكمل الاكل. هو دي الطريقه الثانيه للشبع. انت اكلت شويه، نزلوا الامعاء، ابتدوا يمتصوا، راحوا المركز يقول لك كفايه كده. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صح. الناس كتير متخيلة انه الامر للابوين برعاية للابن برعاية ابويه، وانه الطريق مش راح جاي، الطريق من تحت لفوق. وساعات الابوين يكونوا فعلا عاملين في ابنهم اشياء صعبة جدا، من ناحية سواء من ناحية التربية ومن ناحية الظلمة ومن ناحية كمان التحكم المبالغ فيه في حياته. الغرب أنا بلاحظ في السينما، لأن متابع السينما الأمريكية، مهتمين جدا بالعلاقة اللي رايح جاي، يعني زي ما بينبهوا الأبوي الابن. بالعكس معظم الأفلام الأمريكية دلوقتي بتتكلم على تنبيه الأب سواء صغير أو كبير إنه إزاي يتعامل مع ابنه وهو صغير وهو كبير، وبيمنعوه من التدخل المبالغ فيه بالثقافة الخاصة بيهم. هذا موضوع شائك. لو أنا سألتك يا أيمن يوم القيامة وأنا والوصف اللي ربنا وصفه، هتلاقي آيتين يتهيأ لك إنهم واحد. يوم يفر المرء، خلاص أدي واحدة. يوم يفتدي المرء، تخيل لما ربنا قال يفر جاب الأم والأب. أنا بجري ما أذيتش حد. يفتدي، لا تعالوا انتوا كده، انا اللي عايز اخش الجنه، بفتدي نفسي. لم يذكر الام والاب. لما قال يفتدي المرء ما جابش سيره الام والاب، لان ده مقدسين. الام والاب دول مقدسين. لكن الابن له حق. عارف حقك تبقى ايه؟ خليك صالح. بس يبقى خدمت ابنك اكبر خدمه. سيدنا الخضر وسيدنا موسى ماشيين سوا، قال له أمشي معاك عشان تعلمني مما علمت، قال له تعالى بس ما سألنيش. ركب المركب كسرها، راح سأله سيدنا موسى عملت كده ليه؟ قال له مش قلت لك مش هتقدر تصبر؟ قال له معلش لا تؤاخذني بما نسيت، معلش أنا نسيت. لقى واد طفل موته، راح سأله وقال له بعدين. تالتة بقى هي اللي أنا حقف عندها. التالتة، هو دخل قرية طلبوا ياكلوا رفضوا، أهل القرية رفضوا، تخيل. فلقى فيها جدار هيقع، يوشك أن ينقض فأقام، فأقام راح مقوم. سيدنا موسى تعجب بقى، أنت بتبني الناس رفضوا ياكلونا؟ قال له هذا فرق بيني وبينك. دي كانت الحادثة اللي انت دخلت زياده عن اللزوم. لا وبعدين ما بتسكتش. ما بتسكتش. انت ما بتسكتش. انا قايل لك ما تسالش. بص ليدي بقى، هو بعد الحادثة الثالثة قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أنا بقى هقول لك أنا عملت كده ليه. السفينة كانت لناس مساكين وكان الملك مش حلو فعبتها عشان هما بياخدش عشان ما ياخدش السفينة بتاعته، والواد كان هيرهق أمه وأبوه خلصت عليه. بص اللي جاية بقى، دي اللي بنصح كل أب كان أبوهما صالحا. لا ده انت بس خلي بالك، هو حتى اذا اتى يا ايه
أهل قرية. خلي بالك استطعمه استطعمه ألاف أب، إنما أهل قرية لما جه يفسر له قال له أما جدار فكان الغلامين يتيمين فين؟ في المدينة مش في القرية. أيوه أيوه يعني بره القرية مش في القرية. ده صلاح الأب حافظ على أموال الابن وهو بره. يعني تخيل أنا مثلا إحنا بلد اسمها محل الدمنة قرية، تخيل أنا في فرنسا وربنا بعت لي واحد يحافظ على في مالي في محل الدمن. فهو حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها. في التفسير أما الجدار فكان الغمان يتيمان في المدينة مش في القرية. صلاح الأب ليه بقى؟ وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب ينعكس على الأبناء. إحنا عايشين بصلاح أبونا. والله رجل كان صالح، كان قاضي، قاضي عادل، كان محترم جدا. احنا عايشين بهذا الصلاح، وذكرت في القرآن، ذكرت في سورة الكهف اهو راح قرية بنى لهم حيطة لحد ما يرجعوا. جايز كانوا في فرنسا، في لندن، في نيويورك، المهم انه جم لقوا فلوسهم زي ما هي، لان كان تحته كنز لهم، فهو بنى الحيطة حفاظا عليه وهم مش في القرية. يعني مش بيقولوا النبي ده احنا ساعدنا في بناء القبطة عشان، لا خالص مش في القرية. فالحكاية متبادلة، صلاح الأب هينزل الأبناء، والأبناء مفروض أنهم يسمعوا الكلام. يعني كان في واحد امبارح يكلمني عن أبوه، هو 87 سنة، فابتدى يعني يتأثر، لا يعني هنبيع البيت ده يا أولاد، هم شايفين غلط. قلت له أقف عند الكلمة اللي اتقالت بقى، خلاص أنت قلت الآية في الأول، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أولا تنهرا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغير ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. يعني لما أقول له لأ هو عارف بنيتي، إنه كان للأوابين غفور، لا عارف بنيتي. لما أقول لأبويا لأ مش هنعمل كده مش بعنده ولا بحقره، بالعكس ربكم أعلم بما فيه إن تكونوا صالحين. أنا صالح فعلا يا أبويا، القرار اللي أنت بتاخده ده يهدم أسرة. وبعدين قول له حاضر وما تعملش، هو مش هيفتكر. قلت له امبارح كده والله، قلت له هو مش هيفتكر، 86 سنة بينسى. فهو قال لكم بيعوا البيت ده يا أولاد مش عارفين كلمة وحينساها بكرة. قول له خلاص بنوضب إجراءات بيعه. الأب والأم يا أيمن علاقة خطيرة جدا، الاتنين الوحيدين في العالم اللي ربنا اللي خلقك وخلقني تنازل عن حقه، تنازل عن حقه. لما واحد يقول لك يا أيمن اكفر بالله، من حقك تقطعه، انت مش من حقك تقول لي كده أو أهينه أو أبعده عني، إلا دول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تخيل ربنا بيتنازل عن حقه وصاحبهما في الدنيا معروف. وخلي بالك أقل حاجة تتقال لما تقول لي حاجة مش عجباني ولا مش بنعمل كده، أف دي أقل حاجة. يعني هو ربنا اختار أقل حاجة، فما بالك بالأعلى دي. خلي بالك دي تتقال بسهولة جدا، لا ممنوعة. أيمن الأم والأب حاجة كبيرة جدا، والناس مش هتحس بيهم لما يتحرموا منهم. نورتنا وشرفتنا وكالعادة هذا يوم عيد. الله يخليك يا أيمن، خليكوا دايما مع الناس الحلوة، أكيد مع أستاذنا الأستاذ دكتور حسام موافي في الناس الحلوة. العدسات اللاصقة الملونة ديت يعني بلاش عمال على بطال كده، ممكن حد يعمل عملية تصليح الإبصار ويشتكي من جفاف العين. بس عايزين نوضح نقطة صغيرة، إن هو مش جفاف العين ما كانش موجود وبعد كده ظهر بعد عملية تصحيح الإبصار، لا هو في الغالب هو موجود قبل عملية تصحيح الإبصار بمستوى معين. بتتزايد الأعراض دي مع تعرض للشمس، بتتزايد الأعراض دي مع التغيرات المناخية سواء للتراب والعفار، تغيرات الفصول. القناة الدمعية دي مش بتفرز الدموع، القناة الدمعية دي اللي بتصرف الدموع. بالبلدي كده الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار،
7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. اكيد مش هديلها اللينسز كده، هديها له، مش اللي هو هبخل عليه واقول له لا طبعا هديله لينس. هديله اللينسز. وبعدين حاجه شخصيه يعني، ما ينفعش ادي فرصه سناني مثلا لحد. لا متهيالي ان الحاجات دي بتبقى حاجات شخصيه، ما ينفعش فيها استخدام كذا شخص. ما ينفعش اديها اللينسز بتاعتي تلبس. مش هسلف اللينسز بتاعتي. مضره ان انا اسلف لاصحابي اللينسز. ليه؟ اهلا بكم. الحقيقه احنا نزلنا للناس يعني سالنا سؤال، يعني فعلا ده السؤال اللي احنا سألناه نجرم عليه، هو في حاجه اسمها ندي عدسه لاصقه لحد؟ ومع ذلك انا فوجئت انه وانا بشوف بقى المونتاج انه في ناس بتعمل كده فعلا. واحده تقول لك انا عندي عدسه زرقاء وصاحبتي عندها عدسه خضراء، فيعني انا لو انا عندي فستان اخضر او هي عايزه العدسه الزرقاء بتاعتي اديها لها ونتبادل. دي كارثه يا جماعه، دي كارثه كبيره جدا. العدسات اللاصقه الملونه ديت يعني بلاش عمال على بطال كده، ولون عينيكي انا في رايي افضل كتير جدا من اصل كمان بتبقى حاجات غريبه بتحصل. يعني بص، تلاقي انسانه ما ينفعش عليها انها يكون لونها ازرق خالص خالص، وطبعا الكارثه ان راجل يغير لون عينه، يعني برضو ده حاجه مقلقه بصراحه. يعني لا 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 خالص، الكلام ده ناخد بالنا منه. العدسات اللاصقه شيء ينبغي العنايه بيه جدا 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 جدا، وزي ما في ناس قالك دي بيرسونال ما ينفعش، دي حاجه شخصيه. النهارده جفاف العين فارض نفسه بقوه شديده جدا، العدسات دورها فيه كبير، والنهارده هنستمتع بواحده من اهم حلقاتنا لانها مش بس عن جفاف العين، احنا لازم نربط بين الحلقه دي وحلقه سابقه عن جفاف العين، ده جزء التاني ليها، فدايما تذاكروا الجزئين مع بعض. لكن اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال والصديق العزيز والزميل اللي بعتز جدا طبعا اكيد بوجوده معنا في القاهره، والناس وشرف كبير لينا انه يكون معنا الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحقيقه انت بدات يعني سلسله من الحلقات عن جفاف العين، النهارده بنتكلم على علاقه جفاف العين بعمليات تصحيح الابصار، لانها حاجه مشهوره قوي، الناس تعمل تصحيح ابصار فتشتكي من جفاف عين. والكلام ده مظبوط، ممكن حد يعمل عمليه تصحيح الابصار ويشتكي من جفاف العين، بس عايزين نوضح نقطه صغيره ان هو مش جفاف العين ما كانش موجود وبعد كده ظهر بعد عمليه تصحيح الابصار، لا هو في الغالب هو موجود قبل عمليه تصحيح الابصار بمستوى معين، وعمليه تصحيح الابصار سواء ليزك او غيره زود الاعراض دي اكتر، فالمريض بقى بيحس بيها اكتر، هي الحرقان والشكشكه، وكمان بتوصل ساعات الى شبوره بالعين، يعني بتاثر كمان على النظر، يعني ممكن جفاف العين يخليك مش شايف كويس، وساعات بيخليك مش شايف كويس لفترات معينه ويرجع يتحسن تاني، يعني تلاقي النظر بتاعك متفاوت، ساعات يبقى حلو وساعات يبقى وحش على مدار اليوم. دي اعراض جفاف العين بتظهر ممكن قبل عمليه اصلاح الابصار، وممكن تتزايد وتظهر اكتر بعد عمليه اصلاح الابصار، بس اللي انا عايز اوصله ان جفاف العين بيبقى موجود من قبل العمليه وتقريبا موجود عندنا كلنا. هل تختلف اعراضه بعد العمليه؟ بتزيد اكتر، ان اعراض جفاف العين لسته طويله، احمرار في العين، حرقان بالعين، شكشكه بالعين، تحس ان في جسم غريب في العين، حصوايه او رمش في العين، تدميع ساعات، افراز الدموع بكثره ساعات من حين لاخر، وفي نفس الوقت الفلكتويشن اوف فيجن او التفاوت البصري، تفاوت حده الابصار من حين لاخر. بتتزايد الاعراض دي مع تعرض للشمس، بتتزايد الاعراض دي مع التغيرات المناخيه سواء للتراب والعفار، تغيرات الفصول من ربيع ساعات والخريف في بعض الاوقات، انت ماشي في صحراء او قاعد في هواء مكان رطب او قاعد في تكييف، برضو مهما كان الهواء اللي جاي من المكيف ده بيبقى هواء جاي في القعده قدام الكمبيوتر فترات طويله، التكييف لو جه مباشر للعين سواء تكييف في البيت او تكييف العربيه، كل دي بتزود اعراض الجفاف. لكن اعراض الجفاف نسبه كميتها كبيره جدا او عددها كبير قوي، ممكن شرط المريض يحس بيهم كلهم، ممكن تحس بشويه منهم. في بعض الناس شكوتها الاساسيه ان اوقات كتير ما بيبقاش شايف كويس، وفي اوقات تانية المريض بيحس ان هو بحرقان بس، في بعض الناس بيحسوا بحرقان ويحسوا ان عينيهم بتدمع، لكن مش شرط يحس بكل الاعراض بتاعت جفاف العين، هي بتتفاوت لكن بتزيد اكتر اكيد بعد عمليه اصلاح الابصار. ازاي نتعامل مع جفاف العين بعد الليزر؟
بيكسر من استخدام القطرات المرطبة، بس الأهم من كده هو إن إحنا نعالج جفاف العين ولو بصورة وقتية قبل عملية الليزك. ده اللي عايز أقوله، إن هو لو أنا كدوري أنا كطبيب لقيت في حد عنده جفاف العين وجاي يعمل عملية إصلاح الإبصار سواء ليزك أو فيمتو سمايل أو فيمتو ليزك أو حتى زرع العدسات، لو عنده نسبة معينة من جفاف العين، النسبة دي ساعات بتأثر على النظر وساعات كمان بتأثر على الفحوصات اللي بنعملها قبل عملية الليزك. فلازم أنا كدكتور أنا أعالج جفاف العين، ومفيش ما يمنع أن أنا أأجل حتى العملية أسبوع ولا اتنين لغاية لما العلاج بتاع جفاف العين يكتمل ولو بصورة وقتية. هنا على سبيل المثال الصورة اللي قدامنا دي بتبين، هو ده بنسميه تصوير القرنية، ده بيصور التوبوغرافي بتاع القرنية، بيصور خريطة للقرنية قبل عملية الليزك أو قبل عملية الفيمتو سمايل أو قبل كمان عملية زرع العدس. لو في جفاف في العين هيطلع صورة مشوشة، والصورة المشوشة دي هتدينا معلومات غلط وهتدينا معلومات ناقصة، زي الصورة اللي قدامنا دي في جزء كبير قوي من الصورة الملونة دي لونه أسود، يعني إيه؟ يعني الكمبيوتر معرفش يقرأ الجزء ده من القرنية، معرفش يقرأ الجزء ده من القرنية، فأنا مش هعرف، ما عنديش معلومات أو ما عنديش داتا معينة أعتمد عليها في تحديد مثلا نقاس العدسة أو تحديد سمك القرنية أو تحديد درجة تحدب القرنية قبل عملية الليزك. فجفاف العين مش هيأثر بس بعد العملية، ده كمان قبل العملية في حد ذاتها بيأثر على الفحوصات وعلى دقة الفحوصات اللي تتعمل قبل عملية إصلاح الإبصار. فمهم جدا إن أنا كطبيب أعالج جفاف العين لو أنا شايف كطبيب إن جفاف العين ده هيأثر على الفحوصات أو هيأثر على نتيجة العملية، مهم جدا إن أنا أعالجه قبل ما أبتدي حتى في إجراء الفحوصات نفسية. هل في عمليات لجفاف العين؟ عمليات لجفاف العين في عمليات بسيطة. إحنا جفاف العين عشان نبقى فاهمين، الدموع أو مجرى الدموع نفسه، الدموع بتقعد في العين فترة معينة بتأدي الوظيفة بتاعتها وبعد كده بيحصلها تبخر أو بتمشي في بلاعة صغيرة موجودة في الجفن أول في قناة دمائية. قناة دمائية دي مش بتفرز الدموع، قناة دمائية دي اللي بتصرف الدموع، بالبلدي كده بنسميها بلاعة الدموع. فإن ده عند حضرتك نوت، لو في حوض، أنا بقول للست لو عندكم مثلا مية هتبقى مقطوعة، أول حاجة بتعمل إيه؟ مية هتتقطع. بيقول لك المية هتتقطع، خلاص هنعمل إيه؟ هنجيب حاجة نسد بيها بلاعة الحوض ونحوش المية في الحوض. الحوض بتاعنا هو السطح العين، والحنفية هي الغدة الدمعية اللي بتفرز الدموع. طب البلاعة بتاعتنا فين؟ عندنا قناة صغيرة بنسميها بلاعة الدموع أو القناة الدمعية، دي بنسدها. دي العملية اللي احنا ممكن نعملها لجفاف العين، نسد البلاعة دي علشان نحوش الدموع أطول فترة ممكن على سطح العين. والعملية دي بتنقسم إلى جزئين، هنا زي حضرتك في الصورة هنا شايف في حاجة صغيرة زي راس الدبوس كده محطوطة في القناة الدمعية في البلاعة نفسها، تبقى صغيرة قوي، يعني حاجة أقل من نص، يعني حوالي تلت ملي تقريبا، دي بنسد بيها القناة الدمعية. وعندنا نوعين منها، يا إما سدادات للقناة الدمعية مستديمة دي على طول، يا إما سدادات وقتية نعدي بيها مرحلة معينة وبناخدها كاختبار حتى إذا كانت المريض مستريح بيها بنحوله إلى سدادات مستديمة. فكرتها بسيطة جدا، زي ما يكون عندك بلاعة وعايز تحوش المية وتمنع المية من التصريف، فتحط السدادات دي علشان تحوش دموع أطول فترة ممكنة في العين. لكن طبعا لها شروط، مش أي حد بيعملها لازم، ومش أي وقت نقدر نعمل فيه السدادات دي، لازم نعالج الالتهابات اللي موجودة المصاحبة لجفاف العين الأول وبعد كده أسد القناة الدمعية. من كتر ما اتكلمنا على جفاف العين في تحديد أو علاقتها بعمليات إصلاح الإبصار، بعض الناس بقى يعتقد أن هو ده الشرط الوحيد أو المحرك الوحيد للاختيار في عمليات إصلاح الإبصار، أنا عندي جفاف عين فأختار كذا أو كذا. هل جفاف العين هو المحرك فعلا الوحيد لاختيار نوعية معينة من؟ لا مش المحرك الوحيد. وكويس الحاجة ذكرت السؤال ده، عشان في ناس كان بتيجي قوي بتيجي يقولك يا دكتور أنا عندي جفاف العين ممكن أعمل ليزك ولا لا ممكن تعمل ليزك، إن هو جفاف العين ليه درجات، واتفق عالميا دلوقتي إنه بيقسموه لدرجتين. في درجة مؤثرة بيسموه visually significant dry eye، يعني في درجة مؤثرة على حدة الإبصار، وفي درجات غير مؤثرة على حدة الإبصار. لو الدكتور شايف إن جفاف العين درجته مش هتؤثر على حدة الإبصار فممكن يتجه ويكمل في الفحوصات ويعمل عملية الليزك أو غيره، مش شرط ليزك تحديدا يعني. لو الدكتور الطبيب شايف إن درجة جفاف العين هتؤثر على حدة الإبصار أو هي مؤثرة فعلا على حدة الإبصار بتاعة المريض وبالتبعية هتأثر على الفحوصات اللي هيعملها قبل عملية إصلاح الإبصار، فبالتالي الدكتور هنا بيأجل
العملية أسبوعين أو ثلاثة وساعات أربع أسابيع، وبياخد المريض علاج مكثف لجفاف العين ويعيد إجراء الفحوصات تاني، وبعد كده يتجه يعمل العملية على طول. ده الالجوريثم أو الاتفاق العالمي دلوقتي على موضوع جفاف العين وعلاقتها بعملية إصلاح الإبصار. فإحنا ممكن إحنا نعمل الكلام ده بشرط إنه مش كل درجات جفاف العين هتؤثر على العملية. في بعض الناس عندهم جفاف العين ونعمل لهم العملية برضه. في كتير من الناس بعد عملية الليزر بيفقدوا اتصالهم بالدكتور، خلاص احنا عيننا كويسه بنشوف كويس، ما بنعملش حاجه تحمينا من الجفاف او تعليمات معينه نعملها لغايه لما حتى العين ترجع لحالتها. لا، احنا دايما بننصح المريض بنصائح معينه بعد العمليه. لازم يكسر من الاطرات المرطبه، لو شايف حاجه مش مظبوطه او ان النظر بتاعه بيتغير بحده بعد العمليه يراجع الطبيب بتاعه، ما يقعدش قدام الكمبيوتر فترات طويله. ودي نصائح عامه بنديها لكل الشخص، مش شرط يكون عامل عملية، أي حد يعني بيجينا العيادة بيكشف لأي سبب ما، بنقول والله أنت بتقعد على الكمبيوتر فترات طويلة، عندك واحد اتنين تلاتة، حاول تعمل الكلام ده عشان تحافظ على طبقة الدموع فترة أطول. لكن لو المريض شايف إن في عنده مشاكل بعد كده هو غير طبيعية أو أكتر من التعليمات اللي احنا مدينها له، شايف إن في حاجة مش مظبوطة أو اتبع التعليمات وليه إن في برضه مش جايبة نتيجة، فلازم يرجع للطبيب طبعا على طول ويشوف إيه الخطوة اللي جاية اللي ممكن يعملها. ساعات بنعمل سدادات للقناة الدمعية بعد عملية الليزك علشان نعالج جفاف العين الوقتي. هو جفاف العين اللي بيزيد بعد الليزك بيبقى وقتيا، بيستمر حوالي شهرين لست شهور. هنا ممكن المريض لو مش مستريح بالتعليمات والأطرات المرطبة ممكن نحط له سدادات بتاعت القناة الدمعية. لكن أنا عايز أأكد أن جفاف العين هي مش مشكلة كبيرة قوي، بس مشكلة سخيفة قوي. المريض هيشتكي أن فيه التهابات متكررة في العين، لكن مش هتأثر معاه في حاجة كتير، لكن هو هتضايقه، مش هيبقى مستريح، مش هيعيش بصورة طبيعية. في ناس يعني دلوقتي هتسألنا سؤال، الليزك أو الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل أو التصليح السطحي، كل واحد بيعمل ممكن يعمل جفاف عين، بس هل يختلف الميكانيزم، الطريقة، الأسلوب؟ أكيد أكيد. حاجة كويس أن حاجة سألت السؤال ده، إن هي طبقة الدموع مرتبطة ارتباط وثيق بطبقة الأعصاب اللي موجودة في سطح القرنية. طبقة الأعصاب دي في وقت الفيمتو ليزك أو الليزر السطحي أو الفيمتو سمايل بتتقطع بالليزر، فطبقة الأعصاب دي بتاخد لها وقت عبال ما ترجع تاني تشتغل تاني. الأعصاب دي لو مش موجودة، الألياف العصبية دي لو مش موجودة في سطح القرنية، إفراز الدموع بيقل جامد قوي، وده اللي بيزود جفاف العين بعد العملية. فعلشان بنستنى حوالي شهرين لست شهور عبال ما الأعصاب دي تلتئم تاني ويرجع إفراز الدموع لمعدله الطبيعي تاني، لازم يبقى سطح العين لامع بهذا الشكل كده، سواء قبل العملية أو سواء بعد العملية، علشان الدموع دي مهمة جدا للغذاء بتاع القرنية ومهمة جدا للنظر كمان، علشان دي المرايه اللي بشوف بيها كمان سطح العالم الخارجي. فبالتالي هنا هوت في عمليات الليزك الطبقه دي، طبقه الالياف العصبيه بتتقطع مع عمليات الليزك وبتتقطع مع الليزر السطحي، وكمان بتتاثر في الفيمتو سمايل، عشان عكس الكلام اللي بيتقال ان الفيمتو سمايل ما بيعملش جفاف العين، لا بيعمل جفاف في العين بس يمكن بدرجه اقل شويه صغيرين. ولازم برضو ليه شروط معينة، لازم ان انا المريض لو عنده درجة معينة من جفاف في العين وهيعمل فيمتو سمايل، لازم اعالج جفاف في العين الاول قبل ما ادخله يعمل فيمتو سمايل، لان الفيمتو سمايل بيعمل برضو جفاف في العين بس يمكن بدرجة اقل شوية صغيرين. فهنا هوت لو هنرتبهم كالعمليات اصلاح الابصار ومدى تأثيرها السلبي على جفاف في العين، اكتر حاجة الفيمتو ليزك مع الليزك والفيمتو ليزك، الليزر السطحي يليه الفيمتو سمايل، اقل حاجه بتعمل جفاف في العين هي عمليه زرع العدسات. زرع العدسات يعني يعني متوقع اقل حاجه ان احنا بنبعد عن القرنيه خالص، احنا بندخل عدسه جوه العين فبنبعد عن القرنيه خالص، بنعمل فتحه صغيره قوي بس في القرنيه حوالي 2 ملي، دي ما بتعملش جفاف في العين بصوره زي ما بيعمل الفيمتو ليزك او الفيمتو سمايل. سؤالي له وجهين، يعني بعد ما عملنا الليزك وحصل جفاف في العين، هل لابد من علاج جفاف العين؟ او بشكل اخر السؤال، هل يضر جفاف العين العمليه نفسها؟ ممكن يقلل التئام العمليه، احنا جفاف العين اللي بيتبعه ان مفيش دموع كفايه، مفيش دموع كفايه يعني مفيش غذاء كفايه للقرنيه وبالتالي الالتئام هيكون ابطا، مفيش مضادات حيويه في الدموع وبالتالي العين بتبقى عرضه اكتر او القرنيه بتبقى عرضه اكتر للالتهابات الميكروبيه وهتاخر اكيد الالتئام بعد العملية، وهو في نفس الوقت ممكن تعمل مشاكل بعد العملية. فبالتالي الجفاف مهم جدا هو يتعالج كويس قوي، ان هو ممكن يأثر فعلا على نتيجة العملية. ودايما عندنا مقولة بتقول ان جفاف العين
لازم المريض يعالج الجفاف او الدكتور انا اسف الدكتور يعالج جفاف العين قبل العمليه للمريض، لان هي لما تكون في جفاف في العين قبل العمليه فهي دي مشكله المريض. لما يحصل جفاف في العين بعد العمليه فدي بقت مشكله الدكتور. فانا لما اجي اقعد معاك مثلا واقول لك والله انت عندك جفاف في العين واحنا لازم نعالج الجفاف قبل ما نعمل العمليه، فهي ستيل هي مشكلتك انت. لو انا ما قلتش الكلام ده خالص وتجاوزت المعايير العالميه وعملت العمليه استعجلت وعملت العمليه وانا عارف ان انت عندك جفاف في العين والاعراض دي بعد كده زادت، انت هتيجي تلومني انا وبقت مشكلتي انا كدكتور وانت مش ملام في الموضوع ده خالص. فانا لازم اعالج جفاف في العين، ان قبل العمليه ده مشكله المريض، بعد العمليه بقت مشكله الدكتور. السؤال القادم مهم بقى، يعني برضو المريض محتاج يعرف انا عندي عمليه تصحيح ابصار في الكتالوج او الاوبشنز قدامي، ماذا تنصح انه يعني يا ريت نبعد عنها شويه في حاله وجود جفاف عنيف من العمليات؟ نبعد عن عمليات معينه؟ يعني عمليه هل التصحيح السطحي نبعد عنه، هل الفيمتو سمايل؟ لا، هو الاكتر حاجه لو هي يعني جفاف العين شديد قوي وانا عايز اعمل عمليه اصلاح الابصار، انا ممكن ما اعملش فيمتو ليزك، ممكن اعملش فيمتو ليزك في هذه الحاله، ممكن اعمل فيمتو سمايل او اعمل زرع عدسه. يعني ممكن يكون مثلا احنا بنعمل زرع عدسه عاده في المقاييس العاليه اللي هي سالب 8 9 10 مثلا، فما فوق. في بعض الناس عندهم سالب 4 وسالب 5 ينفع له فيمتو ليزك وسمك القرنيه كويس وشكل القرنيه كويس، بس عنده جفاف في العين وانا عارف ان جفاف العين درجته ممكن تؤثر على النظر وممكن تؤثر على نتيجه العمليه وهتضايق المريض بعد العمليه، مش عايز ازود الجفاف العين اكتر من كده، فممكن اتجه في هذه الحاله لزرع العدسات رغم ان المقاييس بتاعته مش عاليه، هي سالب 3 او سالب 4، بقول له والله انت جفاف العين هيزيد عندك والاعراض اللي انت بتشتكي منها دي هتزيد وانا مش هقدر اسيطر عليها قوي، فانا شايف ان الحل الامثل بتاعك عشان ما نزودش جفاف العين اكتر ممكن نعمل العمليه الثانيه اللي هي زرع العدسات. ففي حاله زي كده طبعا اكتر حاجه ممكن تاثر هي فيمتو ليزك. لو وضعنا في كفي ميزان مع الجفاف، في ناس تقول طب انا خلاص انا هكمل بالعدسات اللاصقه مش هعمل تصحيح ابصار، ايهما ازعج او اكثر خطوره على الجفاف العين؟ انت عارف الاجابه. اللي مع العدسات اللاصقه طبعا، اللي مع العدسات اللاصقه ارجوكوا طبعا 100%. اكتر سبب العدسات اللاصقه لوحديها اشهر سبب للقرح القرنيه، دي رقم واحد يا خبر خلاص. رقم اتنين هي اكتر حاجه تزود جفاف العين. الحاجه الثالثه ان العدسات اللاصقه غير يعني احنا مش هنتكلم على عنايه، انت بتعتني بالعدسات اللاصقه وبتلتزم وبتعمل بكل حاجه، العدسه اللاصقه بتزود جفاف العين وبالتالي فهي خطورتها مزدوجه، من خطورتها ان هي بتزود جفاف العين تخلي العين اكثر عرضه للالتهابات، في نفس الوقت العدسه اللاصقه مهما كانت ايديك نظيفه وانت بتلبسها هي برضه عرضه ان هي تنقلك ميكروبات على سطح القرنيه، وكمان العدسه اللاصقه بتخدش سطح القرنيه وبتبقى مدخل لاي ميكروب يخش من خلال سطح القرنيه يعملك قرح. فبالتالي الشخص اللي عايز يقعد بعدسات لاصقه على طول بننصحه نقول له لا، لو انت ما بتحبش النضاره ومعتمد على العدسات حاول تفكر في حل تاني امثل، ان العدسات عمرها ما كانت بديل للنضاره. النهارده تجوال علمي رائع، لكن لازم نلخصه في تلغراف مهم فيما يربط او العلاقه ما بين الجفاف وبين عمليات تصحيح الابصار. اي في علاقه وثيقه ما بين الجفاف وعمليات تصحيح الابصار، والاثنين بيأثروا على بعض. يعني الجفاف بيأثر على عمليه تصحيح الابصار، بيأثر على النتيجه بتاعتها من ناحيه ان بيديني فحوصات مش مظبوطه، الفحوصات اللي بتتعمل قبل عمليه تصحيح الابصار في وجود جفاف العين هتبقى غير دقيقه، والارقام اللي بناخدها من خريطه القرنيه هتبقى غير دقيقه وبالتالي هتاثر على نتيجه العمليه بعد كده. وعمليات اصلاح الابصار في حد ذاتها بتزود الجفاف العين بعد العمليه، فالاثنين بيزودوا بعض، الاثنين بياثروا على بعض، فلازم نكسر الحلقه المفرغه اللي ما بينهم. الدكتور لازم ان هو يعالج جفاف العين كويس قوي قبل ما يعمل عمليه اصلاح الابصار ويتابع المريض كويس قوي، وهنا مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ان اعراض جفاف العين هتزيد بعد العمليه عشان يبقى متقبل كل الاعراض دي ويعرف ان هي حاجه طبيعيه ومفيش مشكله في العمليه نفسها وهتتلاشى تدريجيا بعد شهرين او ست شهور من العمليه. كالعاده بتبهرني وكالعاده سعيد جدا جدا بهذا الحوار، وعايز اقول انه ده الجزء الثاني في جفاف العين، عشان الناس اللي لازم تبقى انترستد انها تذاكر الاثنين او تفهم الاثنين، اللي عندهم جفاف ومهتمين جدا بفهم هذه المشكله المرضيه لازم يذاكر او يعني يتفرج على الجزء الاول في الحلقه السابقه ثم الجزء الثاني ده، هتلاقوا الاثنين حلقتين تحت بعض في اليوتيوب، ولذلك لازم ده من الحلقات اللي ليها بارت 1 اند بارت 2.
وكالعادة بتبدع وكالعادة بتسعدني وكالعادة بنتظر محاضراتك بشغف كبير لأنها تعلمني كثير جدا. ده شرف ليا، شرف لينا احنا، شرف ليا وجودي في وسطيكم. ده شرف لينا اكيد، شرف يعني نلناه وجود ضيف العزيز الخبير العلمي الكبير الاستاذ الدكتور احمد عساف في الناس الحلوه. كل سنه وانتم طيبين، وانتم بالصحه والسلامه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. مخزون المبيض دي قضيه علميه شديده يعني الصعوبه في الفهم، وايضا شديده التاثير في عمليه الانجاب بلا شك، وعايزه فنيه كبيره جدا، وعايزه درجه علميه في الدراسه. يعني نقدر نقول انه فكره او الحوار حول المخزون المبيض هو اللي يفرق مكان عن مكان بشكل واضح. كنا قبل كده بنقول الرقم كام، فاكر يا دكتور ايمن؟ واحد. دلوقتي بقينا نقول الرقم 1.2، يعني واحد. الحقيقه شيء جميل جميل جدا. الاطفال مخزون المبيض دي قضيه علميه شديده يعني الصعوبه في الفهم، وايضا شديده التاثير في عمليه الانجاب بلا شك، وعايزه فنيه كبيره جدا، وعايزه درجه علميه في الدراسه. يعني نقدر نقول انه فكره او الحوار حول مخزون المبيض هو اللي يفرق مكان عن مكان بشكل واضح. في حاجات كتير تفرق، لكن المنطقه العلميه دي ليه؟ لانه مخزون المبيض لماذا يتناقص بشكل مفاجئ احيانا في بعض الناس، في بعض السيدات؟ مخزون المبيض تتاثر ببطنه الرحم المهاجره ولا ما بيتاثرش؟ وبتاثر ازاي؟ طب ليه التدخلات الجراحية في بطنة الرحم المهاجرة قد تلام أحيانا في التأثير على المخزون المبيض؟ طب مخزون المبيض دوت ليه في بعض السيدات نبص نلاقي في سن صغير قوي فجأة انهار، وفي بعض السيدات تاني بيستمر لسن متقدمة نسبيا؟ مخزون المبيض إزاي نحافظ عليه وإزاي نستفيد منه أكبر استفادة؟ قيمة التجميد في التعامل مع مخزون مبيض شكله كده بيقدم أوراق اعتماده للخروج من الخدمة. مخزون المبيض قضية علمية تحتاج إلى فهم دقيق للغاية، وإيه اللي نقيسه، الهرمونات والتحاليل، وإزاي نتعامل مع مخزون مبيض ضعيف في حالة حقن مجهري. الكلام ده شديد الأهمية، شديد الفهم، النهاردة هتفهموه بدقة شديدة جدا أكيد مع ضيفي العزيز. حقيقة بسعد جدا بأنه يكون الحوار مع قمة علمية من الأسماء الكبيرة في عالم تأخر الإنجاب والإخصاب والحقن المجهري في الوطن العربي، أيضا اسم يعني بيقدم أوراق وجوده بقوة في المحتفيات العالمية، ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك يا دكتور هشام، منورني، سعيد جدا بالزيارة وبالشياكة دي. ربنا يخليك والله العظيم بك، وجرفطت يعني تعليمك. لا يا باشا، لا بص، جرفطت الدكتور هشام في هذا الزيزو متفوقة. بس ايه رايك في الكلام بتاعي؟ أنهي كلام؟ الكلام على المخزون المبيض ده رائع والله. يعني بدأت أنا لا أنت يعني حضرتك يعني عملت هايلايت على نقط مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن حالة اتظلمت، بنشوفها كتير في مجال تأخر الإنجاب، الحالة اللي هي زوج وزوجة تزوجوا بعد 3-4 شهور ما فيش حمل حصل، فراحت كشفت وخدت منشطات للتبويض، والدكتور تابعها وقال لها التبويض عندك كويس، ما حصلش حمل. بعد 2-3 شهور زهقت، قعدت في البيت شوية، راحت كشفت عند دكتور تاني، نفس الموقف تكرر تاني وتالت. الموضوع دخل في 2-2 وشوية، وعمالة تاخد في منشطات للتبويض، وكل مرة التعليق اتقال لها يا دكتور أيمن التبويض عندك كويس، وهي بتتفرج على التلفزيون أو حد من على القاهرة والناس، فبتتفرج على برنامج دكتور أيمن رشفان، ومعجبة دكتور أيمن رشفان، فشافتني مع دكتور أيمن رشفان، ربنا يخليها يا رب، خلينا كل المشاهدين، وشافت الكلام اللي احنا قلناه، فقررت انها تتوجه لمركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. قابلت احد فريق العمل، احد استشاريين فريق العمل، معانا النهاردة دكتورة ندى كمال، قابلتها عملت لها الكشف المبدئي، وبعدين طلبت منها الفحوصات المبدئية. قابلتها انا تاني مرة وقلت لها الجملة الصادمة،
حضرتك عندك نقص في مخزون المبيض، يعني قلة عدد البويضات. هي مش صادمة، هي مخيفة شوي. الصادمة دي حاجة تانية، يعني الصادمة كلمة أصعب في اللغة. نقول كلمة مخيفة شوي. مخيف. أوكي. فهنتكلم عن الحالة دي النهاردة، الحالة اللي هي كانت عايشة شهور وسنين على أساس أن الأمور عندها طبيعية، وبعدين اكتشفت لما راحت مكان متخصص أنها عندها مشكلة اسمها نقص مخزون المبيض. هنتكلم على الحالة دي النهاردة مع بعض دكتور أيمن، وهيبقى حوارنا كده طبعا هيكل هتديره بحرفية كالعادة ما بيني وما بين دكتورة ندى كمال. عبر وسائل التواصل عبر الانترنت دكتورة ندى كمال، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بيكي دكتورة ندى، منورانا وسعيد جدا بوجودك معنا عبر الانترنت. سمعاني كويس؟ سمعك كويس. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إزاي صحتك؟ أنا هبدأ الأول بسؤال كلاسيكي، وإحنا بنتكلم على المنطقة دي، يعني ما هي أسباب، يعني إيه أولا مخزون مبيض قليل، وما هي الأسباب التي تفعل مثل هذه الحالة؟ طيب خلينا نتكلم. مخزون المبيض ده هو من اسمه يعني يعتبر واضح، هو تعبير أو انعكاس عن عدد البويضات اللي متبقية جوه المبيض، وبالتالي قدرة المبيض على إنتاج بويضات سواء كانت في دورة طبيعية أو استجابة المبيض للمنشطات مع أدوية تنشيط التبويض. زي ما دكتور هشام قال في حلقات قبل كده، إنه كل واحدة فينا، كل سيدة فينا مولودة بعدد معين من البويضات، بيقل بالتدريج، بيقل مع كل دورة، بيقل مع كل سنة، يقل قوي بعد سن 30، قوي قوي بعد سن 33، وهكذا يقل بانحدار تام بعد سن 40. سبب طبيعي السن، وده اللي احنا ملناش حكم عليه. وبعض الأسباب مع سن صغير، يعني واحدة في العشرينات مثلا ليه مخزون المبيض بتاعها هيكون قليل. في حاجات احنا ملناش يد فيها، زي مثلا عوامل وراثية أو عوامل جينية، وفي حاجات دي اللي احنا نقدر ان احنا نتجنبها أو ناخد بالنا منها. دراسات جديدة مثلا اتكلمنا فيها عن تثقيب المبيض في عيانين التكيسات. زمان كنا بوفرة نعمل أي عيان عندها تكيسات تثقيب للمبيض على ناحية أو ناحيتين. دلوقتي مثلا الدراسات الجديدة بتتكلم إنه تثقيب المبيض ده من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا، وتتعمل بحرفية وبحرص شديد على مبيض واحد، ولو محتاجينه أو نتوجه لوسائل إخصاب مساعد على طول، لأنه استجابة المبيض بعد التثقيب ممكن جدا يحصل نقص في مخزون المبيض بنسبة كبيرة غير متوقعة. يعني واحدة تكون الـ AMH بتاعها أو مخزون المبيض بتاعها مثلا 10 أو 12، وبعد التثقيب 0.1 من غير يعني حاجات احنا نقدر نتحكم فيها. دي أول حاجة. تدخلات جراحية بقى، مثلا واحدة عندها ورم كيس على المبيض، عملت عليه تدخل جراحي. التدخل الجراحي ده لازم يكون very gentle، يعني لازم يكون حد بيفهم جدا جدا يشلها الكيس ده مثلا، ده لو مطلوب انه يتشال. يعني في ناس بتتدخل على أكياس صغيرة جدا مش مطلوب أصلا دي تدخلات جراحية، ده ممكن يأثر لنا وبقوة على مخزون البويضات عندها. نوعية الكيس طبعا بتفرق، كيس شوكولاتي بطانية رحم مهاجرة ولا هو ورم حميد، طبيعته بتفرق. وجود بعض الحاجات في المبيض زي مثلا الكيس الشوكولاتي لوحده يقلل المخزون، والتدخل عليه يقلله أكتر وأكتر. بعض الحاجات اللي ممكن تأثر لنا كمان على مخزون المبيض الكيماوي والإشعاعي، لقدر الله واحنا عندها سرطان مثلا على استادي، حاجات ممكن نقدر نعملها بدري شوية قبل ما ندخل بالكيماوي أو الإشعاعي، نعمل حاجة اسمها تجميد للبويضات، وخلاص الناس بقى عندها فكرة أكتر. مخزون المبيض نفسه بقى الناس عندها وعي أكتر بيه. الأول كنا بنطلبه لحالات معينة، دلوقتي دي من الحاجات الروتينية اللي بنطلبها ونطمن عليها من أول الجواز. من أول ما الواحدة تبدأ تفكر، دي بقت من التحاليل الروتينية. زمان مثلا كانت لما نقول ضعف في مخزون البويضات الناس كانتش تبقى فاهمة قوي، دلوقتي لا، الوعي بقى أكتر شوية بيه.
اوكي ما شاء الله يعني دكتورة ندى. اه يعني استفادت في الشرح وقالت وضحت النقاط كتير اللي انت قبل كده اثرتها من سنتين او من سنه ونص حول المعتقدات الخاطئه في التعامل مع حكايات مخزون. تمام، وعشان كده انا عاوز اسلط الضوء على كم نقطه كده قالتها دكتورة ندى. اول حاجه السن عامل مؤثر مهم جدا 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 على مخزون المبيض ومحطات، هناك اربع محطات اساسيه في عمر اي سيده تؤثر على قدرتها الإنجابية وتؤثر على مخزون المبيض بتاعها. بداية المحطات دي 35 سنة، تاني محطة 38 سنة، تالت محطة 40 سنة، رابع محطة 42 سنة. أول محطة كام؟ 35. دي اللي هي الإشارة الصفراء، دي الإشارة الصفراء، الكارت الأصفر. آه الكارت الأصفر. آه وبعدين الأصفر بقى يقعد يزيد يوصل 38 تحزير. دي الإشارة الصفراء الثانية ل 40، الإشارة الصفراء الثالثة ل 42 الإشارة الحمراء. تمام؟ فأربع محطات مهمة جدا 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 في عمر أي سيدة. دي النقطة. النقطة الثانية قالتها دكتورة ندى التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض. التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض مصيبة هذا الزمن. التعامل والزمن ده مش بقاله سنتين ثلاثة، الزمن ده بقاله 20-30 سنة. اللي هو بحب ايه؟ بحبك لما تعمل كده. ايوه عارف لما بتعمل كده بحس أيوة بايه؟ دي نادرا ما بتعملها. أيوة انت بتغاظ. طبعا بتغاظ جدا. طبعا طبعا. ليه بقى؟ بس خليك بقى ايه؟ ايوه خليك حاد شويه، قول لي متغاظ من ايه؟ متغاظ من ايه؟ متغاظ لما يحصل موقف مثلا اسمه كيس وظيفي، يعني كيس وظيفي يعني بويضه كبرت شويه زياده عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، فضلت متحوشه في المبيض، بقت عامله كيس وظيفي. لو احنا استنينا على الكيس الوظيفي ده لحد الدوره اللي بعدها هيختفي لوحده، واذا ما اختفاش شريط حبوب من الحمل من ابو 3 جنيه حتى اللي بيتباع في الصيدليه هيختفي لوحده. تمام؟ ليه حاله زي كده تخش العمليات ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض بحجه ان انت عندك كيس على المبيض؟ ليه؟ حرام حرام حرام. احنا افقدنا الست دي نص ثروتها من مش فلوس بقى، من البويضات. بكلمه واحده وصف لي، بكلمه واحده وصف لي التصرف ده. اجرام اجرام اجرام. ده رقم واحد. رقم اتنين الكيس الدموي، نفس الكلام اللي قلته، كيس دموي ده بويضه كبرت زياده عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، عملت كيس، بس الكيس اتحوش فيه دم، بقى كيس دموي. برضه نفس الكلام في الدوره اللي بعدها هينتهي، ولو ما انتهاش شريط منع الحمل ب 3 جنيه من اي صيدليه هيخلص. برضه بتخش الست دي المسكينه اوضه العمليات، فتح بطنها ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض على هذا الكيس. تدخل اوضه العمليات تتفرج على فيلم مثلا سبب ما بتفتح بطنها يعني. تمام. فالاكياس الوظيفيه دي بتروح لوحدها. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتوره ندى. كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتوره ندى احنا ما بقيناش بنلهث ورا ان احنا كيس شوكولاتي بطانة رحم مهاجرة دخلها عمليات وعمل لها حتى لو منظار، إلا لو كان الكيس حجمه كبير وفي ناحية واحدة من المبيض. فاكر احنا قلنا قبل كده وحيك حفظتها مني. في كمان في حاجة انت قلت لي الكوليكرام بتاع الكوكرين ريفيو. الكوكرين ريفيو اقر حاجات كتيرة بالضبط. اتكلم عن لو انا دخلت حالة العمليات عشان عندها كيسين شوكولاتيين في المبيض اليمين كيس وفي المبيض الشمال كيس وشلتهم حتى عن طريق المنظار in the best hands في أحسن إيد وأحسن مناظير وأحسن كل حاجة، مخزون المبيض أقل بنسبة 58%، يعني أكتر من النص أكتر من النص. فعشان كده مفيش أي لهث وجري وراء إن إحنا ندخل الحالة عندها كيسين شوكولاتيين في المبيض اليمين والشمال انها تخش عمليات خالص. بالعكس احنا نحافظ على المبيض. اول استسهال بقى كيس دهني، ديرمويد سيست كيس دهني. ده يتشال في المبيض؟ لا يتشال في المبيض حرام. ده يتشال في الكيس ونحافظ على المبيض بالمنظار او جراحه مش مشكله. فانا اقصد اقول ان في اجراءات جراحيه كتيره بتتعمل للاسف مش في محلها بتؤثر على مخزون المبيض. اخرهم اللي قالته دكتوره ندى تثقيب المبيض. في 2020 ما بقيناش نعمل تثقيب المبيض. في 2020 كي المبيض ده في حالات تكيس المبايض ما بقيناش نعمل. تمام.
ده الكلام اللي من الاخر بالظبط كده. ما بقيناش نعمل تثقيب المبيض في 2020. الضمير في التعامل مع كلمه مخزون المبيض الضمير المهني واحده من اهم النقاط اللي هركز عليها في حلقاتنا الحاليه والقادمه. ركزوا جدا في هذه المنطقه، الثقافه فيها مطلوبه للغايه للوقوف امام طوفان من الممارسات الخاطئه التي تفعل تحت مسميات تدخلات جراحيه غير مرغوب فيها. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام الشاعر، نورتني وشرفتني. دكتورة ندى كمال مدرس أمراض النساء والتوليد واستشاري علاج آخر إنجاب في مراكز الرياض، نورتيني وشرفتيني. وهسيبكم مع تقرير من داخل مراكز الرياض نشوف شيء مهم جدا في التقنية والعمل الجماعي مطلوب جدا في كل المؤسسات العلاجية. خليكم معنا سلام. طب احنا لنا برنامج هنمشي عليه، احنا بنقول شهرين اللي بعد العملية بعد شهرين نخليك تعمل كل حاجة. طب ما احنا عندنا لعيبة بيلعبوا رياضات بدنية قوية جدا وسباحة وكرة قدم واثقال وبتاع، عاملين لهم عمليات وعملياتهم ناجحة تماما واخبار حضرتك، بس بياخد فترات بقى من العلاج والتأهيل بعد العملية. ده مهم جدا فترات التأهيل يعني والعلاج. انت لمت تشوف الغضروف، الناس مش فاهمة الغضروف ده حاجة، اشوف الغضروف في النص كده حاجة طرية جدا عاملة زي الجيلي، انت لو حملت عليها زياده، انت تخيل كره انت جبتها كده وفعصتها تقل من فوق لتحت، يبدا يخرج اهو الغضروف لحد ما يعمل يفرقع الجراب الخارجي اللي هو بتاع الايه المحيط بالغضروف، ينفجر الجراب، خرج الغضروف بره، لمس العصب، يعمل الالم. طب في مرحله زي ما كنا بنتكلم البدري بقى ده، بس احنا ما بنشوفوش كتير يعني، ده بيبقى في اول شهرين 3 اشهر ان هم دخلين له دي ابره اللي هي زي بتاع الليزر دي، بتدخل جوه بتعمل حاجه بنسميها تفتيت وشفط الغضروف. تفتيت وشفط الغضروف ده عمليه جميله جدا جدا سهلة جدا، بس بدري لها شروط، لو ما وفرتهاش مش هتنجح، ما تنفعش، ما ينفعش في غضروف متكلس وصلب، ما ينفعش في فقرات حصل فيها تاكل، ما ينفعش يعني، الناس فاهمه ان دي تنفع هنا مش هتنفع، واخد بال حضرتك؟ ولو عملتها احنا مش هنفصل العمليه على كل العيانين، لا كل عيان له يعني عمليته اللي حكته. هو مرسومه له اللي هي تنفع حكته. اللي تنفع تحقق له نتائج كويسه جدا. لكن بيحصل بعض الخدع بقى، يقول لك انا رحت لفلان عملها لي كده وطلعت بعد العمليه بدون الم، هيتحسن شويه، هيتحسن جدا شويه، شهرين 3 6 شهور. اصل جوه العمليه بيحصل ايه؟ عارف الساحر بقى اللي بيطلع القرد من جيب الجاكيت بيعمل ايه؟ وهو جوه يحقن ماركين ثقيل اللي هو مخدر زي اللي بيتاخد في البنج النصف كده، وده لما بيتحط حوالين الام الجافيه وبتاع بيسكن الالم من 3 6 شهور، وعليه جرعه عاليه جدا مكثفه من الكورتيزون الثقيل اللي هو ما بيمتصش بسهوله، اللي هو بيقلل الالتهاب، يقلل الالتهاب. فانا قلت لك التهاب واديتك مسكن ومخدر، عايز بس المده قد ايه؟ هي دي بقى من 3 ل 6 شهور ويرجع بقى ايه؟ وكانك مزيد يعني وحدوه بقى من اول وجديد بقى تاني. وترجع القصة مش كده وبس، ده انت اضفت اليها التهابات جامدة جدا في المنطقة، تليفات حوالين العصب جامدة جدا، وساعات بيحصل ضمور العصب، ونيجي جوه بقى العملية لو ربنا كرم وبنعمل له عملية تلاقي الدنيا ملزقة جدا جدا جدا، ويطلع عملية من سهلة لعملية عملية صعبة، معقدة جدا وصعبة. ودي تخلي النتيجة برضو بعض العملية متبقاش مرضية له وليا. طب بيخرج بعد العملية يقول لك بس رجلية لسه بتنمل. ما انت مش واخد بالك ان كانت العصب ده اتخنق خلاص، احنا فكيناه من الخنقه، بس هياخد له وقت من 3 ل 6 شهور عشان يرجع. طيب في ناس بيحتاجوا اكتر من كده، طبعا على حسب تعدد الغضاريف وتعدد الفقرات، يعني انا لو شغال فقرتين غير 3 غير 4 غير 5 غير 6، امبارح انا عامل عمليه لواحد حقيقه 6 فقرات ومثبت له ومركب له 12 دعامه بعد عمليه كانت معموله له فقرتين وسببت ان مسمار وهو بيركب اتكسر جوه العمليه، وطلع المريض بيصوت وفي منتهى منتهى السوء اللي في الدنيا. بنشتغل احنا بقى علشان نصلح الموضوع، بقى صعب جدا لانك بتجد ان في كميه رهيبه جدا من الالتصاقات، وتعالى بقى شيل مسمار مكسور من فقره، موضوع صعب، واخد بالك؟ لانك انت بتلعب مع فوقيك عصب وتحتيك عصب، وممكن بعد كده تلاقي الموضوع بقى صعب جدا. التثبيت الناس فاكره ان هو لسه شرايح ومسامير وكلام من شايف ده، دي اسمها دعام، دي متحركه لها راس كده بتتحرك زي المفصل، وممكن نركبها في فقرتين في 3 في 4 في 5 في 6 لحد 7 8 فقرات عادي جدا، وده بيسمى القضيب الواصل ما بينهم اللي هي الدعامه دي، تمسك هنا خلاص انا عملت
وركبت وثبت ورجعت العمود الفقري. الفقرات بقى اللي كانت سايبه وفقره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه انا اقدر اعمل له الحلول دي كلها ويتحرك كويس جدا بعد العمليه. الدعامات الحديثه دي كلها من مواد لا تتفاعل مع الجسم، يقدر يعاود شغله من شهر لشهرين بعد العمليه، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، يقدر يوطي، يقدر يصلي، يقدر يقعد على كرسي، يقعد على الارض. في ناس حياتها بتقف لانه ما عادش قادر يوطي، مش قادر يقعد على، حتى لو ركب عربيه بيتعذب وهو راكب العربيه، مش قادر يمشي، مش قادر يخرج خطوتين يروح مشوار. لا هو يعني راجل عامل شغال كاشير وخلي بالك راجل بيشتغل ست بيت بقى، ست العذاب بيت. كله بقى عذاب طبعا، ده بيبقى عليها واقفه في المطبخ اربع خمس ساعات في اليوم كده. في ناس ما بيعرفوش يكملوا 10 دقايق واقفه مدرس. يعني انا دايما بسال طب نقدر نقف قد ايه، لان دي اكتر حاجه بتزعجهم جدا، تقف قد ايه حضرتك في المطبخ؟ يعني الاحصائيه اللي انا بقولها كده اكتر من 70 80% منهم ما بيقدرش يكمل اكتر من ربع ساعه. لازم كل شويه يقعد يا يفرد ظهره يا يريح علشان يوصل لمرحله ان الالم ده يقل شويه ويرجع دوره الالم تعاد تاني مجرد ما اقف تاني. هسمعك ابو العريف. ابو العريف ده نموذج للفتي الموجود للاسف. انا هسمعكم ابو العريف على فكره اقل خطوره من الفتيين التانيين، فتعالوا نسمع مع بعض. الفقرات العنقيه ايه اختلافها عن الفقرات القطنيه؟ التركيب. طبعا اختلاف كبير جدا. يعني الفقرات العنقيه هي اولا هم عددهم 7. الرقبة ضعيفة جدا بالنسبة مقارنة بالظهر. يعني احنا في البني آدم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبة هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده. اللي بيحمي الظهر هو مجموعة عضلات قوية جدا. العضلات دي بتبقى أمامية وخلفية وفي الجوانب، بتبقى عاملة زي وتد الخيمة كده ماسكاه كويس جدا ومأمناه تماما. حوالينه أربطة قوية جدا أمامية، وجوه القناة العصبية في رباط أمامي وخلفي عشان يمسك. ما بين الفقرات نفسها في أربطة جامدة جدا عاملة زي الحزام، عارف زي الحزام بتاع البنطلون كده، الحزام ده أستق قوي جدا وماسك جامد، بيسمح بالحركة والمرونة والليونة، وفي نفس الوقت ما يسمحش إن الفقرة تسيب مكانها. هو تشريح يعني العمود الفقري ده إعجاز. لا جميل جميل إعجاز. سبحان الخالق العظيم يعني في حد ذاته. يعني أنا ربنا خلق لك حاجة تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجة وما تلاقيش فيه جوه حاجة، يعني لما امسكها لا بمسمار ولا ببتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه العمود الفقري، خطير جدا. فقرات مرصوصة وفي النص بقى ما بقاش عظم بس، ده في النص القرص اللي في النص ده اللي بنسميه قرص الغضروف. الرقبة فيها 6 غضاريف، الفقرة الأولى والتانية ما فيهاش غضروف. الراجل اللي احنا شفناه من شوية ورقبته بتتشد ده، واخد بال حضرتك الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت ده عمل كسر في الرقبة علشان الفقرة الأولى والتانية ما فيش بينهم غضاريف، فبتكسر البروسيس اللي هو الأودونتويد اللي هو الزايدة اللي بتاعت الفقرة التانية، وتقوم راشقة في الحبل الشوكي مع وراه. شايف هنا الحركة بتاعت العمود الفقري، أجيب يمين شمال قدام ورا، كل ده أنا ما عنديش مشكلة. العمود الفقري مش مجرد عظم، وده الناس برضو عشان كده بدأت تتجه الأيام دي، أو الفكر النهاردة بقى أحسن، فبيشوف ان جراحه العمود الفقري هي تخصص جراحه مخ وعصب وعمود فقري، مش مجرد جراحه عظام عاديه. وكثير من الزملاء الاساتذه المحترمين جدا اساتذه العظام يقول لك لا، يعني لما تروح الحاله كده روح لدكتور مخ وعصب وعمود فقري، هو هيساعدك في الحل اكتر ما احنا نقدر نفيد. العمود ينفعونهم في شغلهم في العظام يعني، لا 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 عندهم بقى العظام كلها دي ودي والجبرس والفيمر والمفاصل وبتاع، حاجات والمفاصل مولده مؤثره كبيره جدا يعني. هو ساب الحته دي بقى علشان يبقى اللي دارس تخصص الجراحه العمود الفقري هيمشي فيها كويس. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي المغذي وناقل للحركه والاحساس والاشارات العصبيه اللي نازله من المخ الى الاعصاب الطرفيه، اللي هي تبدا من اول الذراعين لحد اسفل الجسم من تحت. الرقبة مع الحركة الكتيرة بتاعتها مشاكلها هتبقى كتيرة طبعا، كل ما بتتحرك أكتر فرص الإصابة بتاعتك بتبقى أعلى. يعني لو واحد قاعد في البيت هيعمل حادثة أكتر، ولا لو واحد بينزل الشارع كل يوم 10 مرات طالع نازل، أكيد اللي طالع وبتحرك أكتر إصاباته وفرصته في الإصابة بتبقى أعلى. الرقبة كمان استخدامها اليومين دول بالذات مع المذاكرة والطلبة والتابلت والموبايل والنت والقعدة كده بقت صعبة جدا، وخاصة ان هذا المجهود بقى مجهود مبكر. يعني في زمان ما كانش اللود على الرقبة بهذا الشكل، احنا لما كنا بنذاكر بنقعد على المكتب وتقعد ماسك ورقة وقلم وبتكتب. النهاردة بقى استخدام النوتس والموبايلات والبتاع بقى بتخليك دايما في وضع انك تاني رقبتك كتير
قاعد قاعده غلط وفي اي وقت بقى راكب مواصلات ماسك الموبايل بتذاكر بيه، في ناس بتنام تحت يعني على المخده بيه وتحت البطانيه متغطيه ماسكه الموبايل، والسن صغر جدا في الاطفال، يعني اطفال سنتين وخمس سنين وسبع سنين 12 سنه و15 سنه ماسكين موبايلات وتابلتس، فبالتالي الحركه على الرقبه بقت زياده. الحركه زياده عملت حاجتين، عملت نمره واحد احتكاك زائد في الفقرات فهذا يؤدي الى خشونه، والخشونه هي الاب الشرعي للانزلاق الغضروفي، مجرد ما تبدا الخشونه الغضاريف جايه وراها على طول. الاحتكاك هنا هو ان الغضروف اللي في النص بدا يتاكل او يخرج من مكانه يضغط على العصب او يضغط على الحبل الشوكي، يعمل كمان ارتخاء في الاربطه والعضلات وضعف العضلات، العضلات الخلفيه انت لما طول ما انت قاعد وتاني كده العضله مشدوده الدم اللي بيغذي العضله بيقل، بعد فتره العضله دي بتضعف ويحصل فيها نوع من التليفات فيها، فالعضله خلاص راحت منك العضله ضعيفه. عشان كده جزء كبير جدا من علاجنا ان احنا لازم نقوي منطقه الرقبه والاكتاف، وجزء مهم جدا في علاجاتنا العلاج الطبيعي جزء منه الحركه. شوف الرقبه حرك فوق وتحت قدام شمال يمين، حبل الشوكي اهو بعد اشارات عصبيه وكهرباء محترمه نازله للجسم كله تتوزع توزيعا عادلا بقى ما بين الاطراف ايدين ورجلين. التوزيع العادل ده بقى ممكن لا قدر الله يقف في حته ما يبقاش عادل بقى خلاص. انا لو الرقبه والفقرات العنقيه حصل فيها غضروف او ضغط او كسر او حاجه يبقى خلاص هيمنع الاشاره عن كل ما هو تحته، يعني لان الاشاره نازله من فوق لتحت، نخلي بالنا اشاره طالعه من المخ ونازله من الحبل الشوكي كده 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 لحد اخر حاجه في المنطقه العجزيه العصوصيه اللي بتغذي منطقه الاطراف. كل منطقه في جسمنا لها اسم، تحت دي اسمها المنطقه القطنيه والعجزيه، اللي فوقها دي اسمها المنطقه الصدريه، اللي فوقها شويه اسمها المنطقه العنقيه. المنطقه العنقيه دي مش مسنوده ولا محميه الا بشويه عضلات ضعيفه جدا، بينما المنطقه الصدريه اللي تحتها في قفص الصدري والضلوع محوطاها كده عامله زي القفص الحديدي حوالينا، هي اللي ماسكاهم قويه. عشان كده اقل الاصابات واقل الغضاريف بتبقى في المنطقه الصدريه، يعني اكترهم بيبقى في المنطقه القطنيه علشان دي بتشيل احمال كتيره جدا، والمنطقه العنقيه عشان بتحرك كتير جدا، والاصابات والحوادث والكلام ده كله الايام دي. وطبعا في حمله توعيه جامده جدا لاصابات الطرق وحوادث الطرق والتنبيهات الخطيره جدا عليها، لان اكتر الاصابات بتحصل في الرقبه في العمود الفقري في الرقبه او في المنطقه ما بين الصدريه والقطنيه، الرده بتاعت الجسم الخبطه دي. اطلع قدام بالقصور الذاتي على فكره والرجعه لورا بالحزام، يعني ما هي الحزام بطلع وبرجع كده الحركه دي سريعه جدا وقويه جدا بالظبط. بيسموها الويبلاش دي بقى ممكن تكسر العظم، ممكن تقطع الاربطه، ممكن تعور الحبل الشوكي او تعمل اصابه فيه. فندخل في متاهات جامده جدا. اقل الاضرار اللي بتحصل هو وجود غضروف في الرقبه، وجود الغضروف ده يبدا يحصل يعمل لنا اعراض، اعراض الغضروف دي مختلفه جدا، وفي ناس يعني الحقيقه غضروف العنق ده من الحاجات الخادعه جدا، يعني في ناس بتبقى اعراضها واضحه وصريحه، وجع في رقبتي، رقبتي اتشنكلت مش عارف اتحرك، بقوم من النوم الصبح مصدع جامد جدا مش قادر احرك رقبتي مش شايف قدامي انا رقبتي خلاص، هو شخص رقبته. في ناس بعد شويه الرقبه دي خلاص الالم بتاعها هيفك، ده انا بحركها زي الزمبلك اهو، بس الوجع نزل فين؟ في كتفي وفي دراعي. ليه؟ اصل في غضروف. الغضروف بص زي ما هنا شوف الفقرات عامله ازاي، الفقره الثانيه الثالثه الرابعه ما بين الرابعه والخامسه في غضروف كبير جدا وراجع لورا خالص، ضغط على الحبل الشوكي وده ياثر على المنطقه بتاعت الكتفين الرابعه والخامسه والخامسه والسادسه، تمسك المنطقه بتاعت الدراع تبدا من الكتف وتنزل في الايد. الناس مش فاهمه ان الايد دي فيها مجموعه اعصاب متعدده، فكل عصب بيغذي منطقه، يعني في واحد يقول لك انا صبعي الصغير ونص الصبع اللي جنبه ده بينمل وبيخدل وبقوم الصبح كده ولو نمت عليه بقوم خدلان جدا مش عارف احركه، ولو انا ماسك سماعه التليفون ما اقدرش اكمل بيها، بعد شويه بصدع جامد جدا وفي تنميل في مؤخره راسي. في شكوى في الرقبه الناس تشتكيها وساعات ما بيبقوش عارفين هي ايه، يقول لك اصل انا الاتزان بتاعي بمشي بخبط وبروح لدكتور وعمل لي مقياس سمع واتزان وقاعد باخد علاجات ادويه الاتزان والسمع بقالي شهور وما بتحسنش. في ناس تتكلم على صداع مزمن، انا بيجي لي صداع بقاله سنين ومش عارف له سبب، واخد بالك؟ وكلمه الرقبه منسيه خالص، او حتى لو شافها بيشوفها باشعه عاديه يقول له بس ده شويه خشونه بسيطه جدا والموضوع بسيط. لا مش كده. في ناس بقى بتبقى شكوتهم يعني عارف، وخاصه يقول لك كتمه نفس، ده انا مش حاسس ان في هواء، يعني
الخنقه اللي على العصب دي بتولد احساس بالضيق جدا، وبتاثر ساعات على الحركه بتاعت الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بياخد الفقره من الرابعه والخامسه الفرينك نيرف وبينزل تحت، فده لما بيتاثر انا بعرفش اخد هواء، نفسي الدنيا مقفوله، هو البريد مش بيبقى عارف التفسير بس هو حاسس كده، بتخنق بسرعه، بتعصب بسرعه، ده انا زهقان زي الميسينيا بتاع عضلات التنفس زيها لما بيحصل ضعف العضله. تمام، يقول لك انا زهقان، انا مش عارف انا بتخنق ليه، ما عادش طايق نفسي ولا طايق اللي في البيت، ده انا عايز اسيب لهم البيت وهج. والله العظيم الكلام ده الحقيقي فور ديفرنشال دايجنوز بيتقال طبعا. واخد بالك؟ تيجي بقى المشكله هنا ان الرقبه مشاكلها مش على قد الرقبه بس، هنا بقى اربع غضاريف خمس غضاريف. طيب الغضاريف ديت لما بتضغط على الحبل الشوكي وخلاص وصلت لمرحله ان العلاج مش نافع معاها، اتفقنا 80% الى 90% هيخفوا بالعلاج، متفقين على كده؟ طيب في عندك 10-15% يحتاجوا تدخل. الرقبه بقى التدخل فيها بقى حديث جدا، يا اما جراحه بالمناظير بندخل فتحه صغيره سنتي او بتاع وندخل نشيل الغضاريف دي ونركب غضاريف بديله. الغضاريف البديله انواع واشكال، كنا في وقت من الاوقات بنركب شرايح، بنركب شرايح ومسامير، وبنركب شريحه ذكيه ومش عارف ايه، الموضوع اتطور الى ما هو احدث من ده، بنسميها الغضاريف البديله زي الغضروف الصناعي او الغضروف الاكريليك ولا حاجه. بندخل بتبقى العمليه كده ببساطه جدا، دي كانت تعمل العمليات السابقه قبل كده. وممكن نعملها دلوقتي في حاله واحده بس، لو انا عندي ده اسمه غضروف بديل. ده نوع بنسميه الغضروف الاكريليك، ده حاجه كويسه جدا وبيشيل او بنسميه سبيسر، سبيسر اللي هو بيدي مسافه ما بين الفقرات وبعضها علشان يعوض المسافه اللي هي كانت بتاع الغضروف اللي تاكل. انا حطيت السبيسر وبثبت فوقيه بالشريحه والمسامير، دي في حاله لما بيكون الحاله متقدمه او في عدم ثبات في الفقرات، وده بيبان معانا في الاشعاعات العاديه او الاشعاعات الديناميكيه اللي بنعملها. دي عمليه بسيطه جدا وسهله وبتتم وبتاخد ساعه زمن، خلصنا من مشكله الغضروف اللي هو مسبب الم رهيب جدا لدرجه ان في ناس تيجي تشتكي لك تقول لك ايه، انا عايز اقطع دراعي خلاص والله بجد ما بينامش. طيب ولو كح يحس بكهرباء في جسمه، ألم رهيب. ساعات بقى يجي يقول لك اصل ده ما بقتش ايديا، ده نزل كمان على رجليا، ما اصل انا عندي لونج تراكت نازل لحد تحت. ياثر الغضروف على الرقبه، ياثر على الكتفين، ياثر على الاخراج. يعني في ناس بتبقى شكوتها كلها ومش واخده بالها ان انا البول بيسبقني وعايز ادخل حمام بسرعه، ما بلحقش امسك نفسي، الحبل الشوكي مضغوط، فالاشاره العصبيه للمثانه متاثره. واخد بال حضرتك؟ في ناس بقى بيجي بقى ما هو اصعب من كده، جاله ضعف وخزل وايديا بدات تخس وبمسك. ست البيت لهم شكوى معروفه مشهوره، تقول لك المعلقه ما عادش بعرف امسكها. اول حاجه تقول لك ما اعرفش اعصر الليمونه، ما اعرفش اقطع البطاطس، ما بعرفش اقلب مش عارف بالمعلقه الكبيره دي. الصينيه باجي امسكها بتقع مني، ايديا بتترعش وبتتهز، ده ما كانش في اليمين بس، ده بقت يمين وشمال. ما تعرفش تسرح شعرك؟ ده دي بقى تانية بقى، ده انا ما بعرفش البس هدومي. يعني انت عارف شكوى دي مشهوره جدا، ما بعرفش البس هدومي، ما بعرفش اربط الطرحه، ما بعرفش اسرح شعر ولا مشطه، بستحمى بمساعده، ده في حد لازم يجي هو اللي واخد بال حضرتك. كل الاعراض دي كلها هي اعراض مشاكل في الفقرات العنقيه. والغضروف العنقي هو غضروف صغير وضعيف. طيب الغضروف تاكل الغضروف، عاده غضروف العنق ما بيجيش غضروف واحد مع بعض، يعني واحد لوحده كده، ده بتبقى من الحالات القليله. 30% من الحالات بتاعت الغضاريف العنقيه بيبقى غضروف سنجل ليفل، غضروف واحد. عندنا 60% مالتيبل ليفلز. عندنا في 10% بيبقى معاهم حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه العنقيه كمان، يعني القناه العصبيه بتقفل كمان. طيب العمليات هنا بنختارها على حسب ايه؟ على حسب عدد الغضاريف، تكلس الغضروف، الغضروف جديد ولا لا، لان الغضروف بعد 6 شهور من حدوثه يبدا يتكلس، الجسم يبدا يقاومه ان يرسب فيه جواه كالسيوم عشان يبقى عامل زي الزلطه زي الحجره جوه علشان ما يزيدش وما يكبرش. هو الجسم بيحاول يدافع عن نفسه بس ساعات الدفاع ده بيبقى مضر جدا، زي بعض الامراض المناعيه عندنا في جسمنا او الحصوات اللي بتتكون في جسمنا، هو وسيله دفاعيه من الجسم بس ساعات بيبقى الدفاع يزيني انا، النشاط الزايد بتاع الجسم ساعات بيهدد صاحبه الحياه. فالغضروف لما بيتكلس خلاص ما عادش ينفع بقى فيه الحاجات الصغيره البسيطه، لا التدليك ولا العلاج الطبيعي ولا الكلام ده كله. ممكن استعين بقى بلبس رقبه شويه، ممكن استعين بجلسات في البدايه، لو ما جابش نتيجه يبقى على طول انا محتاج اعمل عمليه لسبب وحيد، عشان تجنب كلمه اسمها ضمور الحبل الشوكي. ضمور الحبل الشوكي هي اخطر ما في الغضروف العنقي طبعا، لان أنا لو سبته الحبل الشوكي بيتغذى بشرايين اماميه من قدام،
فالشريان ده بيبقى نايم على الغضروف كده. الغضروف اول ما بيكبر وينشف ويبقى عامل زي البوزه كده يبدا يضغط على الشرايين يقفلها. الشرايين دي لما بتتقفل بتعمل ضمور وضعف في الحبل الشوكي نفسه، يبدا الخلايا العصبيه هنا اسكيميا بتموت خلاص، رأس دموي يعني. العمليه بقى هنا لما بشيل الغضروف بتبدا الدوره الدمويه تتحسن. لو ما حصلش تلف في الحبل الشوكي انا بلحقه يبقى مش هيحصل. طب لو حصل وده يجي لنا ساعات بالظبط عمره ما هيتصلح تاني. طب امال بتعمل له عمليه ليه وانت عارف انه حصل عنده ضمور؟ عشان ما يحصلش بروجريشن، عشان الموضوع هيزيد واللي كان الضعف اللي موجود في كتفه او الضمور اللي حصل في ايديه هيحصل في بقيه جسمه. اصل الضعف والضمور له درجات يعني، هيوقف بعد كده التنفس، هيوقف بعد كده التحكم في الاخراج، هيعمل شلل رباعي ايدين ورجلين. من باريسز، ما هو في ويكنس وباريسز وباراليسز، الناس ما بتعرفش تفرق بين التاني. ضعف وشلل نسبي وشلل تام بالظبط. وممكن ضعف فانا بعمل العمليه عشان ما يتحولش الى شلل نسبي بالظبط، او لو هو شلل نسبي ما يتحولش لشلل. في ناس بتصر بيقول لك هو انا عنده ضمور ودايما هي بتتحرك. اي بس بتتحرك، بس الوظيفه بتاعتها ما عادتش، بقت ضعيفه. والموضوع ما هوش ستاتيك ولا هيقف، الموضوع هيزيد مع الوقت. فبالتالي التدخل في الرقبه بالذات غير الظهر. والعمليات الحقيقه بقت عمليات بسيطه جدا ومش مكلفه صدقني يعني، والله الناس مش واخده بالها ان التكلفه بتاعتها بقت بسيطه جدا، ابسط من اي حاجه يعني. تساوي عمليه النهارده بتاعت ولاده ولا عمليه زايده، بس بتحل مشكله. والتكنولوجيا ما شاء الله، التكنولوجيا بقت عاليه جدا. انا بعمل لك عمليه النهارده بتخرج بعد 12 ساعه من المستشفى، بتروح بيتك بتمارس شغلك بعد 3 4 ايام. هنا بص ده غضروفه، ده نوع جميل جدا من العمليه. خلاص بقى احنا لقينا غضروف واحد اهوت هنشيله، شلنا الغضروف وركبنا هنا غضروف بديل، الفقرات متحركه. ادي الغضروف البديل. تركيب الغضروف البديل عباره عن اجزاء كده بتركب على بعضها، وفي النص حاجه زي البليه كده، هي طبعا مش بالشكل ده قوي، بس يعني ايه ده رسم مبسط لها يعني. خلاص بس دي بتضمن انك انت بتحافظ على حركه رقبتك. هو هدف كله في بتاع التقدم التكنولوجي المحافظه على ان انا بحاول بالظبط كده سيميوليت الحركه، يحاول ان هو يحاكي الطبيعي. سيميوليت هو سبحان الله مفيش حاجه زي اللي خلقها ربنا ابدا، واستحال انها تكون زي اللي خلقها ربنا، ولكن هي بتؤدي وظيفه تخليك ما تبقاش عاجز، تخلي وظيفه ان ما تخليش المرض يتطور معاك الى ان تصل لمرحله انك انت مش قادر تؤدي حياتك بشكل طبيعي ومحتاج مساعده. في ناس بيوصل لمرحله مش قادر يمسك الدركسيون بتاع العربيه العادي يسوق لنفسه، ولا يحرك الفتيس او يدوس على الدبرياج او مش عارف ايه، رجله بدات تقف. اللي حتى اللي معاه عربيه اوتوماتيك بقى حركه رد الفعل بتاع الفرمله بتاعته ما عادش، ومن هنا بتيجي حوادث كتيره جدا. يقول لك انا باجي ادوس فرملتي رجليه بتعمل كده بترعش كده. يا باشا ما انت الرقبه بايظه، الرقبه تعبانه، الحبل الشوكي مخنوق، الرعشه اللي في الرجل دي، ودي بتلاحظها يعني، تلاقيه واقف كده قدامك رجله بتعمل كده، رجله على الارض بس بترعش، في رعشه عارف زي هزاز كده فايبريشن تك 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 تك، لدرجه انه ممكن يقع. الرجل ممكن تخونك، ممكن تخونك وممكن تقع مع نزول السلم اكتر من الطلوع. يعني مشاكلنا في الرقبه تبدا تشخصها في نزول السلم مش في طلوعه، برغم ان الطلوع انت شايل حمل جسم، بس العضله بقوتها تقدر تقاومك. تحت بقى انت بتنزل على بدايه اطراف الاصابع على مشط الرجل، لانه هو التاثر في الحبل الشوكي كمان بيراميدال ليجن، بيراميدال مسؤول ديستال موفمنت يعني الحركه البعيده عن الحركه البروكسيمال بالظبط، فالبي بروكسيمال تتاثر متاخره عن الديستال هي كده. فبالتالي العضلات مثلا بتاعت الكتف تتاثر بعد العضلات بتاعت الايدين بيراميدال ليجن. ناس كتير يجونا يقول لك ايه ده شغله طبيعته ان هو بيشتغل في بنك، ومعظم الناس اللي بيبقوا في البنك او اعمالهم كتابيه او موظفين او بتاع قعدته كتيره تانيه الرقبه، فالرقبه بتتاثر، يجي بقى في امضه او فورمه امضه معينه توقف له شغله كله. يعني بتروح تترفض، بترجع تاني تترفض. يعني كان عندي حد والله جاي لي يقول لي مع الباركنسونيزم يقول لي اديني شهاده بس مرضيه تؤكد ان انا دي امضتي، لان انا ايديا ما عادش بعرف امضي بيها. هو عايز ده عشان يثبت، لان تخيل بقى واحد كان بيصرف معاش وكل ما يروح يصرفه ويلاقي ايديه ما بتجيش، لا مش هيفتح لك والشيكات بتترفض والصراف مش هيصرف لك لان دي مش امضتك. اثبت بقى ان حضرتك هو نفس البني ادم ودي نفس الامضه وبتاع، موضوع صعب جدا. لكن هي كل حاجه لها حلول يعني، كل حاجه لها حلول. احنا بنقول الرقبه ما بتصبرش كتير الحقيقه، الظهر بيصبر شويه لكن مش مفروض ان انا اصبر عليه. يعني لو عندي حل ما انا اروح احله، والحلول بقت متاحه وافيلبل، والتقدم التكنولوجي بقى موجود. بلاش نسمع
للكلام اللي هو الخايب بتاع لا 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 اوعك تعمل عمليه، اصل اللي بيعملوا عمليه بتشلوا يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها كده. بس في حالات ساعات تكون عنيفه من ناحيه ان هي مش خلط ولا حد هيعمل حاجه، ورم. واضح. الورم فيه. ورم في المنطقه دي. ايوه. احنا من كام يوم كده في جانا مريض، والمريض ده قاعد لف الدنيا، وكل اللي عامله اشعه مقطعيه، وكل ما يروح للدكتور يقول له اعمل رنين يقول لا انا بخاف من الرنين، اصل الرنين مقفول وبخاف ده التابوت وبدخله لا. خلاص ووصل لمرحله ان ايديه بدات تترعش وما عادش بيقدر يمسك الحاجه، وهو حد يعني شغال في وظيفه مهمه، بس هو عنده فوبيا من الاماكن المغلقه. الحقيقه لما شفته قلت له بص الاشعه بتاعتك دي انا مش مقتنع بيها مع الاعراض اللي موجوده. كل ما يروح لحد يقول له بص في خشونه فقر الرابع والخامسه وفي غضروف، مش عارف ما تعملش الاعراض دي. اصريت ان يعمل لي رنين مغناطيسي. عملنا رنين مغناطيسي طلع ان في ورم على الحبل الشوكي. قد كده ورم على الحبل الشوكي. ما مش كل جراحاتنا في العمود الفقري هي غضاريف بس. جبنا بقى فتحنا كده ده في العمليه جوه العمليه، شوف الورم اللي هو على اليمين هتلاقي كتله لحميه كده، ها شايف الكتله دي؟ ده الورم، ده نوع من الاورام الحميده الحقيقه، وكان خارج الحبل الشوكي، وده بيطلع من الاغشيه المحيطه اللي هي حوالين الحبل الشوكي. جليوما يعني زي جليوما؟ لا ده مننجيوما. مننجيوما ده مننجيوما. ده مننجيوما اللي هي الفايبر بلاستيك الجميله اللطيف. اللي هي اللي بيسموه ورم ليفي. واخد بالك حميد بس حميد جدا. هي مشكلته في مكانه انه اللي تحت هتشوف دلوقتي هتبص هتلاقي الحبل الشوكي وفي نبض كده حوالينا، بنبدا نسلك ساعات ما بنعرفش نسلكه او نقوم جايين شايلين الاغشيه اللي هي بره، هي ملهاش قيمه كتير قوي لان انا عندي النهارده بقت اغشيه صناعيه ممكن اعوضها والحمها بيها. اول خطوه مهمه جدا عندنا هنا هو احنا حددنا مكان الورم وفتحنا وشلناه خلاص. الحته اللي هو لازق فيها كده بتبقى عامله زي كيس البلاستيك كده، حته صغيره القاعده دي بتاعته، القاعده دي هي اللي بياخد منها الدم وبتغذيه. لازم في البدايه اول خطوه ان احنا نكوي الدم ده، واخد بال حضرتك، نكوي اللي هو الشريان الداخلي بجهاز البايبولر او بجهاز ليزر او واتيفر. خلاص انا قفلت الدم، الموضوع بقى فيري ايزي ان انا اقدر اشيل من غير ما نقعد بقى ان ايه نخرخر دم كتير وندخل في متاهه. يتشال الورم اهو وبنسلك من تحتيه الحبل الشوكي، يبان الحبل الشوكي وهتشوف تحتيه الاوعيه الدمويه المغذيه. احنا كده خلاص خالص اهو، شايف؟ خلصناه شكرا الحمد لله. طلع الحبل الشوكي بقى اللي هو الابيض اللي تحت ده، هنشوفه حالا اهو، وحافظنا على الدورة الدموية بتاعته. ادي الورم خلاص شكرا، طلع الورم اللي فضل ده الحبل الشوكي. هتلاقي شايف الشعيرات الدموية اللي على الحبل الشوكي دي، مهم جدا ان احنا نحافظ عليها. ليه بقى؟ لان ديت لو احنا قفلناها او حرقناها هيحصل ضمور في المنطقة ديت، لان هنا الشرايين دايما شرايين نهائية، يعني هي اخر حاجة في فرع بتاع الشريان نفسه. الورم بيتشال، ودي جراحة بتتعمل بالميكروسكوب الجراحي، عملية بتستغرق حوالي ساعتين لثلاث ساعات زمن. المريض اللي كان داخل وعنده شلل رباعي بقى ايدين ورجلين خارج بيتحرك وماشي على رجله، الموضوع ما يخوفش، هو ده الامل يعني، هو ده الكلام المظبوط جدا. لكن هنقعد نقول اوعك تعمل عمليه اصل عمليه بتشل، يا باشا احنا بنعمل عمليه عشان ما تتشلش، يعني هي دي الفكر. لكن هل كل العمليات لازم تدي النتيجه 100%؟ دي بقى المنظر بتاع الورم اهو، ده رسم توضيح بقى علشان نقول ايه اللي عملناه. الورم اهو حددناه، نبدا بقى شوف كميه الاعصاب اللي حواليه، نبدا نسلكه كده من فوق. وفي بقى اجهزه حديثه جدا، ده زي الليزر كده، جهاز كي للورم عشان اوقف كل الدم المغذي والداخل للورم. شلناه خلاص الموضوع خلص بقى، طالما الدم ان انت شلته، شايف الليزر الشعب يبقى ماشي كده كده كده، يبدا يكشش الورم يصغره، الحجم بتاعه بيبقى قد العنبه كده في الاول، يبدا يصغر يبقى قد الزبيبه كده في الاخر. طيب اقدر اشيله؟ اقدر اشيله طبعا بدون ما اشد، اصل ما انا سهل قوي ان انا اشيله بنفس الحجم ده من البدايه، بس ده هيعور الحبل الشوكي. يعني هنا الحبل الشوكي طبعا الكرتون يشرحه يعني يوريك، انا بوريك إيه؟ بالظبط بقى، انت هنا في عندك حاجات خطيره جدا ولازم تحافظ عليها. ما حتى ينفعش. الكرتون شوف بيتحرك بالراحه، شايف الاعصاب قد ايه اللي حواليه وكلها زي الخيوط الرفيعه كده. ده بدايه مخارج العصب، العصب مش طالع بس كابل كده، لا ده في فايبرز جوه هي اللي بتبدا خروجها من الحبل الشوكي. فكل واحد من دول لو انا اصابته وانا شغال هيطلع عنده مشكله، ضعف في ايد او في رجل او في حاجه. القصد ان احنا في الاخر نقول ايه، الكلام ده كلام علمي بحت مليون في الميه. اللي عايز يحل المشكله صح هتتحل،
هيدور على الحلول. ما عندناش نسب حاجة اسمها 100%، ما حدش قال كده أبدا، واللي يقول الكلام ده يبقى حقيقي مش علمي أو مفيدة. كلام مش مظبوط يعني كلام مش صح يعني، لكن احنا بنتكلم في نسب. وبعدين هو انت حضرتك لما تبقى نسبة نجاحك من 85% ل 90% وتصل إلى 100% تقول لا واسيب نفسي كده وافضل بالألم والعذاب ومش هسكت بقى خلاص، لا ده انا بفضل اشتكي واكرر واقول لك ده انا رحت ل 50 دكتور ويطلع لك بقى الكيس الاسود بالمعبي الاشعاعات انت عارفها 50 أشعة انا رحت وانا ببطل لفه بس انت ملوثين اول حاجه جدا جدا ده انا بستهلك كميه كحول الايام دي مش عايز اقول لك لتر كحول كل يوم بسبب الاشعه غير كورونا حاجه ده حاجات والله. ما ينفعش يا جماعه تجيبوا اشعه بقى لها بس الاشعات دي جايه معاها كورونا بقى يعني هي دي الظرف ده جايه معاها حاجات بتاعته اسوء من كورونا ده ساعات والله بنطلع منها حاجات ثانيه صراصير وحاجات بس طبعا بطبيعه الحال بنقول ايه انت لفيت وسمعت نصيحة الاطباء انت ما سمعتهاش ويقول لك طب ما انا دكاتره قالوا العمليه خطر ايوه ما انا بقول لك العمليه خطر هم بقول لك مش خطر ولكن هي العمليه هتمنعك من خطر اكبر. الكارثه الكبرى والطبه الكبرى ان يسيب اراء 5-6 اساتذه متخصصين ويمسك في اراء حد مش متخصص يا دكتور مثلا علاج طبيعي يقول له لا اوعك تعمل عمليه دكتور باطني انت مش جراح ومش على درايه بابعاد المشكله لانك لا شفت اشعاعاتها ولا تعرف بس هو بيسالك انت كاستاذ باطنه يجي لك والله يا باشا انا ضهري بيوجعني اروح اعمل عمليه تقول لا بلاش عمليه طب ما انا بقول بلاش عمليه هو انت شفت اشعاعات وعرفت ان ده بقى درجه ثالثه درجه رابعه حصل ضمور في العصب ولا هيحصل والبول هيسيب وهيجي له سقوط في القدم ولا ايديها هتتحرك ويحصل له ضمور ما انت ما عندكش كل الصوره كامله عشان تاخد القرار صح. يمسك الكلمة العامة اللي بتتقال بلاش عملية كلنا بنقول بلاش عملية لكن بنكملها بنقول إلا إذا لو في هتحصل مضاعفات جاية أو اوريدي بدأت تحصل المضاعفات بقى لما تجيلي وبدأ البول يسيب منك مستني إيه لما بدأ يحصل سقوط في القدم أو الحركة خلاص مستني إيه لما بدأت تدخل تعديت الجدول والحاجات المخدرة والحاجات الممنوعة وبتموت من ألمك مستني إيه؟ ما هو إيه اللي بعد ده؟ القرار كلمة تحتاج إلى تعليم جيل بحاله يعني إيه كلمة قرار؟ قرار في معنى القرار في من يتخذ القرار من يسأل عن القرار توقيت القرار الفرق الكبير جداً بين إن أنا أقول أنا قررت أو أنا توكلت أو تواكلت يعني فروق كبيرة جداً بين التوكل والتواكل بين الجهة اللي أنا رحت لها صح عشان أخبط على بابها صح وأسأل على القرار الصح في التوقيت الصح للشخص الصح. القرار موضوع مش سهل موضوع صعب جدا إذا كانت النقاط دي مش واضحة في عقول الناس ويبقى سهل جدا لو أنا مبني في دماغي ثقافة متكاملة عن القرار من يتخذه متى يتخذه فرق الكبير بين التوكل والتوكل. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي نورت كالعادة الناس الحلوة وأبدعت كالعادة وزي ما قلت هذه سلسلة مهمة جدا ينبغي أن تذاكر وأن تفهم بشكل متكامل سواء في الفقرات العنقية في حوارنا اليوم أو في فقرات القطنية في حوار سابق لكن يبقى العمود الفقري الكلمة المهمة عنه أنه ليس كما تتصورون أنه قوي للغاية فالإنسان خلق ضعيف هذه حقيقة طبية بحتة اللي يصدقها يصدقها واللي مش هيصدقها هيجي الوقت للأسف أنه في يوم هيصدقها بس الوقت ده يوما لا ينفع الندم ندم هنا هيبقى فيه معاه مصاحبات كتيرة جدا ألم ومعاناة وكثير من الأشياء اللي ما تمنهاش لأي حد قريب أو بعيد خليكم على السلامة.